مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. النهارده كان في اجتماع مهم جدا عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الحقيقه مع الدكتور طبعا مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولكن مع المجموعه الوزاريه والمسؤولين عن مبادره حياه كريمه. طبعا حضراتكم هتقولوا احنا عمالين نسمع عن مبادره حياه كريمه كتير واتكلمنا فيها كتير، وانا عايز اقول لحضراتكم لو احنا قعدنا نتكلم عن حياه كريمه دي لمده 10 سنين قدام مش هنكفي المبادره دي حقها. مش علشان، وسيبكم بقى من الكلام بتاع، مش عشان اللي عاملها مثلا عبد الفتاح السيسي او اللي بيتابعها، لا، علشان تاثيرها على حياه تقريبا 60 مليون مواطن مصري، وعلشان الانجاز اللي تم فيها اللي بيؤكد ان المبادره دي مستمره، وان المبادره دي هتجيب اخرها. يعني ايه هتجيب اخرها؟ يعني هتحقق المطلوب منها بالاهداف. علشان كل اجتماع بيحصل وبيتابعه الرئيس وبيجيب المجموعات دي، بتخرج المجموعات دي بعدها تبدأ تكمل شغلها بكل الوزارات المعنية في هذا الشأن. ولما أقول كل الوزارات أنا بكلمكم على الحكومة المصرية بأكملها. انتوا بتتكلموا بقى على صحة، وبتتكلموا على تعليم، وبتتكلموا على مباني، وبتتكلموا على زراعة، وبتتكلموا على ري، وبتتكلموا على كهرباء، وبتتكلموا على كل ما يمكن أن تتخيلوه. هذه المجموعات الوزارية بتجتمع مع الرئيس، بتقدم له بلا أدنى شك احنا وصلنا لغاية فين وعملنا ايه، ثم بيبدأ الرئيس يعلق على العمل. النهاردة الرئيس مثلا طلب منهم وقال لهم الموقف التنفيذي ايه، فاستعرض الموقف التنفيذي كله لتطوير قرى الريف المصري، وقال لو سمحتوا انا مش عايز اي حاجة تعوق هذا المشروع، وتوفروا له كل حاجة، وتوفروا له كل المعدات، وتوفروا له كل الاحتياجات بتاعته من شركات قطاع الاعمال ومن شركات القطاع الخاص جوه مصر، وتشتروا كل الحاجه اللي موجوده وكوف كافه المستلزمات بالكامل، وتركزوا على اهم الناس اللي محتاجه فعلا في الريف وبشكل قوي. عايز اقول لكم ان المبادره دي عظيمه. انتوا بتتكلموا عن مبادره يا جماعه هتكلف مصر خلال سنوات قليله نص تريليون، يعني 550 مليار جنيه تقريبا هيتكلفهم هذه المبادرة اللي بكل تفاصيلها وكل الوزارات شغالة معاها. على الهاتف معالي الوزيرة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. مساء الخير دكتورة نيفين. مساء الخير يا فندم، وكلامك جميل كده، وديت ملخص تقريبا للقائنا النهاردة مع فخامة الرئيس، وإن كان طبعا في الكثير والكثير من التفاصيل. يعني طيب، ما إيه رأي حضرتك يعني مع الوزيرة؟ أولا إحنا بجد اسمحي لي في الأول إن أنا أشكركم جميعا كمجموعة وزارية كلكم على الشغل اللي أنتوا بتعملوه ده، يعني بجد. إنما عايزك تقولي لي، طيب هي وزارة التجارة والصناعة بتعمل إيه في قلب دول؟ طب عارف أنا وزارة التضامن ممكن تكون بتساعد إزاي؟ وزارة الري ممكن تكون بتعمل إيه؟ التخطيط والتنمية بتعمل إيه؟ إنما طب هي التجارة والصناعة داخلة بقى هتساعد إزاي؟ وإيه هو دورها في هذا المشروع الحيوي لمصر؟ بص هقول لك، وزارة التجارة والصناعة ليها دور هام جدًا في أكتر من محور. وهنوه كمان لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تمام؟ تمام يا فندم، بالظبط. لو أنا اتكلمت في وزارة التجارة والصناعة، إحنا كل غرضنا من كلمة حياة كريمة إيه؟ هل إحنا بس نوفر ليهم السكن اللائق والبنية التحتية والصرف الصحي والكهرباء؟ ولكن ده كمان يتم ترجمته لأن أنا أوفر لهم فرص عمل لائقة، وإن أنا أستفيد من الميزة النسبية الموجودة في كل قرية وفي كل مركز في صناعات كثير جدا. إحنا عندنا كثير من القرى والمراكز متميزة فيها، وده اللي إحنا اشتغلنا عليه. زرنا 1370 قرية، وعملنا تحليل سيادتك لكل قرية سكانها قد إيه؟ إيه المشروعات الاقتصادية اللي بتتعمل جوه القرية؟ ايه الحالة الاقتصادية، عدد السكان قد ايه، متوسط الدخل. دكتورة نيفين انا اسف ان انا هوقف حضرتك، حضرتك قلت لي انتوا زرتوا كام قرية يا فندم؟ 1370 قرية. في خلال قد ايه؟ على مدار تقريبا شهرين ونص. يعني انتوا قدرتوا تحددوا عدد السكان في 1370 قرية؟ بالتنسيق طبعا مع الجهاز المركزي عندنا للتعبئة والإحصاء عدد السكان، وقسمنا السكان ده
لنسبة الإناث والذكور والشباب، نسبة البطالة اللي موجودة في كل قرية، والمتعلمين قد إيه فيهم؟ بالظبط بالظبط. والمشروعات الاقتصادية اللي بتتميز بيها هذه القرية، في مشروعات تتميز بيها تربية مواشي، بعض مشروعات مناحل، جمع وتكسير بلاستيك، مشروعات يدوية، في حضرتك من ضمن الحاجات بعض الصناعات البسيطة، صناعات تكميلية، صناعات تحف، صناعات مستلزمات بنا، صناعات ورقية، صناعات خشب وموبيليا. لا هناك احنا حصرنا، ما انا همشي معاك بقى حاجة حاجة، تمام؟ ما انا بالظبط كده، انا عايز حضرتك، لان كلنا وكل الناس تقرأ العناوين، التفاصيل اللي حضرتك بتحكيها دي احنا عمرنا ما شفناها بتحصل في مصر، واهتمام لدرجة ان انتوا يعني انتوا ماشيين كل واحد ماشي في خطواته علشان ماشي مع بعض بالظبط كده، عشان القرار يبقى صح، كل واحد ماشي في محوره وفي خطته. ولكن عندنا دولة رئيس مجلس الوزراء بشكل مستمر، يعني انا لو قلت بشكل اسبوعي ممكن يكون اكتر من اسبوعي، يعني ممكن مرتين في الاسبوع بيتم عقد اجتماع مجمع لينا كلنا، وبيتم عرض كل واحد ماشي في محوره ايه. وهناك كثير من المحاور محتاجه ان انا انسق مع اكثر من وزاره عشان ما نبقاش في تكرار للمجهود، وما يبقاش في برضه ضياع للمجهود الاثنين. طيب فانا لو انا بتكلم على الحفر اللي احنا اشتغلنا عليه ده، اشتغلنا على التعداد، طبعا انا استعنت انا كوزاره برضه، لان انا بعمل الحفر ده ليه؟ ما انا هقول لك انا دوري ايه كوزاره صناعه في الكلام ده. انا عايزه صناعات كثيره موجوده كتير جدا، ولكن ممكن تكون تشتغل بشكل غير رسمي في هذه القرى والمراكز. ففخامة الرئيس وجه ان احنا نبتدي نحصر هذه الصناعات، وفي نفس الوقت نحصر الاراضي اللي ممكن تكون متوفره بالتنسيق مع التنميه المحليه، مش هقول بقى لكل قريه، على مستوى كل مركز، ان انا اقدر اعمل مجمع صناعي علشان اشغل فيه العماله والسيدات اللي هم موجودين في هذه القرى، وان هم يشتغلوا بشكل رسمي، فبالتالي اقدر اتيح ليهم تمويل آلات ومعدات لو محتاجين، خدمات غير مالية، محتاجين تسويق لمنتجاتهم. يبقى أنا ما بشتغلش مجرد محور تطوير بنية تحتية، مساكن، صرف صحي، ولكن أنا بشتغل على رفع جودة الحياة للمواطن نفسه، لأني أنا وفرت له مصدر للدخل وبقى له كيان وصاحب مشروع. على الجزء الآخر عشان أعمل الكلام ده، ابتدينا نشوف ايه الميزة النسبية اللي موجودة في هذه القرى، وبناء عليها كل نفترض انا عملت المجمعات دي الصبح والناس راحت فيها، ما هي محتاجة فلوس، محتاجة تمويل، محتاجة اقامة مشروعات. فابتدينا ان احنا نشتغل على تحديث 150 دراسة جدوى استرشادية بسيطة جدا، في اكتر من نشاط، صناعات معدنية تدورية، صناعات زراعية، صناعات نسيج ومفروشات، أنشطة خدمية، صناعات كيماوية، يعني تحف زي ما قلت لك، وحرف يدوية، وصناعات جلدية. وابتدينا كمان نحصر الجمعيات الأهلية اللي هي بتكون موجودة في هذه القرى. إيه ميزة الجمعيات الأهلية الموجودة في هذه القرى؟ ميزتها إن الجمعيات دي بتكون متواصلة مع المواطنين هناك، وخاصة السيدات، وبتقدر توفر لهم التمويلات المؤثرة اللي هي تمويل متناهي الصغر. فبالتالي أنا أقدر على جانب آخر من ناحية جهاز المشروعات أتعامل مع هذه الجمعيات وأدخلها التمويل المناسب اللي تقدر تضخه لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات متناهية الصغر. منظومة زي ما أنا بتكلم مع حضرتك متكاملة يعني متكاملة، وكل الغرض منها رفع جودة الحياة للمواطن في الريف المصري. وفي بداية في بداية الحوار مع الوزيرة قلت لي لقائنا بالرئيس كان فيه تفاصيل. الرئيس بيقعد يسمعكوا قد ايه؟ سيادتك احنا النهارده قعدنا مش اقل تقريبا دخلنا في 4 ساعات ونص. 4 ساعات ونص؟ اذا كناش 5 ساعات كمان. ايه اللي ممكن يقف قدامه الرئيس؟ يعني ايه اللي وانتوا بتشرحوا كده الرئيس امتى يقاطعكم ويسال في تفاصيل او يقول؟ انا هقول لك، احنا دوله الرئيس دكتور مصطفى هو من قام بالعرض، على اساس ان ده شغل جميع وزارات الحكومه. طبعا هو لازم يعرض الحكومه كلها بتقدم بالظبط، بتقدم كلنا برؤيه واحده،
كلنا بمنهجية واحدة، فدولة رئيس، ولكن فخامة الرئيس بيقف عند كثير من التفاصيل. أيوة. ممكن احنا مش عايز اقول لك ايه، احنا بنرد عليها، بس احنا ممكن واحنا بنشتغل ما نبقاش واخدين بالنا منها. زي ايوه زي ايه بقى؟ يعني ايه اللي بيهتم بيه الرئيس في الكلام ويقول لك يعني طب انا هكلمك على حاجه. انا النهارده احنا بنتكلم على توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمراكز. كويس. ولكن هناك بعض الاماكن في القرى نظرا لمحدوديه الطرق وكده مش هينفع يتركب فيها الغاز، تمام؟ طب ايه البديل؟ فاحنا مثلا انا كنت بقترح ان احنا بنشتغل على انشاء وحدات البيوجاز. كويس. تمام. وحدات البيوجاز دي الغرض الاساسي منها هو استخدام المخلفات الحيوانيه طبعا اللي هي موجوده في الحظائر، وببعض عن طريق اقامه وحده البيوجاز، وان انا اعتبرها احد اساليب معالجه المخلفات، وفي نفس الوقت توفير طاقه بديله، وهادي لتوفير شراء انابيب البوتاجاز، بالاضافه ان انا استفيد من بيع المخلفات اللي موجوده كاسمده عضويه. يعني هي منظومه متكامله. سيادته ده قال لي اشرحيها بالتفصيل، مش مجرد ان انا قلتها حضرتك ان ده توجه، ولا بالتفصيل. ولما قلت ان احنا هنعمل وحده تجريبيه في كل مثلا منزل او كده، سيادته قال لي لا. طب وايه اللي يمنع انك انت تعملي حاجه مجمعه تضم بالظبط كده؟ فبيني يعني مع حضرتك، فطبعا حاضر ندرسها وقوي طبعا. انا بعرض مستهدف اشتغل عليه لتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. كنت حتى رقم سيادته وجه قال لي الرقم ده ممكن يتضاعف. قلت له فعلا ممكن يتضاعف طبعا، لان هو رصد ما تم منحه من اول السنه في الاربع شهور دول في مجال المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره من خلال الجهاز. فانا تقريبا ضخه في حدود 200 مليون. تمام. هكمل بقيه السنه 700؟ لا اكيد هضخ اكتر، وهو كثير وكثير يعني كل واحد في مجاله. يعني المهم ان هو يعني ربنا يحفظه ما بياخدش يعني لازم يدخل معانا في التفاصيل. الغرض منها في الاخر تجويد ما يتم تقديمه للمواطن المصري. كويس. النهارده الرئيس قال اهتموا اكتر بحاجات معينه، زي ايه؟ يعني هو النهارده قال توفير كل الامكانيات، هل انتوا كان عندكم حاجات ناقصه مش قادرين توفروها فالرئيس لا قال وفروا كل حاجه؟ لا، هو اكد علينا وعزز علينا ان احنا طبعا السرعه في الانجاز، ان احنا نلتزم بالمدد الخطط اللي موضوعه والمدد الزمنيه، وسيادته يعني على الجانب الاخر ان احنا نلتزم بالنماذج النمطيه اللي محطوطه، لان احنا الغرض ان احنا برضو عايزين نظهر الريف المصري بصوره تكون صوره جماليه وصوره متكامله، وزي ما قلت لك كل ده بنترجمه لمصلحه المواطن في الاخر، ورفع جوده الحياه بالنسبه له، ورفع المعيشه بالنسبه له. معالي الوزيره الدكتوره نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا الايضاح. انا عايز اقول لكم لو انا كملت حياتي الاعلاميه بان انا اتابع كل يوم هذا المشروع والانجازات اللي فيه، انا هكون بني ادم راضي جدا. لان انتوا بتتكلموا عن حلم اعاده بناء مصر. عايز اقول لكم ان الجمهوريه الجديده مش العاصمه الاداريه فقط، مش الوزارات ونقل الوزارات، ومش الطرق والكباري. الجمهوريه الجديده هي ايضا ان انت تسمع من وزير التجاره والصناعه ان هي عملت دراسه في 1300 قريه علشان توصل لكل الناس، وتعرف ان القريه دي احسن حاجه بالنسبه لها ان هي تدعم مشروعات بتاعه تربيه مواشي، انما القريه اللي جنبها دي تقدر عشان الاراضي الزراعيه تدعمهم في الارض الزراعيه والانتاج الزراعي. انتم تتحدثون على ان انا بنقل لك فرص عمل، وعارف كويس جدا ان في ناس كتير جدا بتقول لك هنشوف، هنشوف، وهيبقى في سلبيات، اكيد هيكون في سلبيات، بس على الاقل انت اشتغلت. اكيد هيكون في سلبيات، بس على الاقل انت اتحركت. اكيد هيكون في سلبيات، بس بص بقى للايجابيات، انت عملت ايه ونقلت ايه، لانك انت لما هتحدد السلبيه هتعرف تحلها. انما انت النهارده انا عايز اوريكوا الملف التحليلي اهو. بصوا الهدف الاستراتيجي لمبادرة حياة كريمة، وازاي انتوا بتتكلموا على 515 مليار جنيه استثمارات. ده خدوا بالكم
انتوا بتتكلموا على 20 محافظه و175 مركز و4658 قريه، وبنأثر بشكل مباشر على 29400 تابع وعزبة ونجعة، يعني احنا بنلمس حياة 60 مليون مصري. المرحلة الأولى 11 محافظة، وبدأ التنفيذ في مشروعات المية الشرب والصرف الصحي والغاز والمدارس والأراضي لمجمع الخدمات. خدوا بالكم ان احنا عندنا هنا مجمعات خدمات، عندنا مجمعات خدمية في هذه القرى والمراكز، ثم 143 تجمع ريفي، واتعمل 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، واكتر من 50,000 تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة. كل الوزارات اتحركت. طيب المرحلة الثانية 1376 قرية، 51 مركز، 20 محافظة، 9360 تابع وعزبة، 18 مليون بني آدم مستفيد ب 150 مليار جنيه استثمارات. الموقف العام المرحلة الثانية اعتماد مبلغ 216 مليار جنيه، 216 مليار جنيه. خدوا بالكم لما بتتحركوا على محاور بصوا للخطة الشاملة. يعني ايه الخطة الشاملة؟ انت زمان كنت ممكن تزرع، يقول لك زرع الأشجار في كل أنحاء مصر، بعدها بثلاث أشهر تركيب أنابيب غاز، تروح شايلين كل الشجر اللي احنا زرعناه عشان نركب انابيب الغاز، فهدنا الطرق فترجع الطرق عشان ترصف، يروح راجع بتاع الشجر مكسر الشجر مكسر الطرق عشان يزرع شجر تاني. انتوا فاهمين؟ انما انت النهارده بتتكلم ازاي؟ انت النهارده بتتكلم على 13 محور، 13 محور اعتبرهم يا سيدي 13 وزاره. مثلا الصحه بتحركاتها كلها في هذه المناطق وكل هذه القرى وكل هذه النجوع. سكن، محور سكن كريم، الاسكان، احنا عملنا عنكم حلقه، عملنا لكم حلقات هنا وشفتم وسمعتم بنفسكم احنا الناس بتتعامل ازاي. المجمعات الخدميه عشان تخلص ورقك وعشان تعمل مش عارف الباسبور وعشان تعمل كذا، كل هذه المجمعات بقى اللي هو كل ما يمكن ان تحتاج اليه. محور التعليم، محور الزراعه، محور الري، محور الشباب والرياضه، علشان اعمل لك ملاعب في التجمعات وفي المراكز واعمل لك هنا وهنا. ثم خشوا بقى على البنيه التحتيه اللي هي الخدمات التي تحتاجها مصر بقوه. انا محتاج شبكات ميه شرب، محتاج شبكات ميه صرف صحي، شبكات توزيع كهرباء، شبكات اتصالات، شبكات غاز، ثم بعد كل الكلام ده ارصف الطرق واعمل الكباري. هو ده المشروع اللي احنا بنتكلم عنه، هي دي حياه كريمه. وعلى فكره اختيار كلمة حياة كريمة اختيار موفق جدا. ليه؟ لأن من حق كل مواطن ان هو يبدأ يصل إلى كده، وعلى وهنحتاج نعمل ده تاني ونكمل في قرى أخرى ونجوع أخرى، إنما على الأقل احنا بدأنا وقدرنا إن احنا نوصل إلى هذه المرحلة من الإنجازات. الملف اللي قدامي ده بتاع التحليل الشامل، لما قعدت بصيت فيه افتكرت الصين. الصين لما تروح عند الصين فيقول لك ايه، احنا عملنا دراسة فاكتشفنا ان المدينة الفلانية تزرع مثلا ملوخية بس، فتروح تلاقي الاربعين خمسين قرية دول ملوخية بس، فقدر يسوق وقدر يرفع من قيمة المنتج. احنا ما كانش عندنا كده، احنا كان عندنا كل حاجة متقطعة، كل حاجة متلخبطة. انت النهاردة لما تنزل الصين وتدور على رجل كرسي يقول لك المقاطعة الفلانية متخصصة في رجل الكرسي، المقاطعة الفلانية متخصصة في ظهر الكرسي بكل قراها بكل مدنها، فيبدأ التخصص ده والدعم ده اللي يكون علشان يبدأ يخلق أسواق للناس ويبدأ ان هو يتحرك. بس كل ده هو الجمهورية الجديدة، كل ده هي مصر اللي نفسنا نشوفها، نفسنا نشوفها ونفسنا أولادنا يعيشوا فيها. هرجعكم شوية، عندي خبر مهم قوي انا واقف برضو قدامه. المالك بتاع السفينه، انتوا فاكرينها ايفر جيفن، ايفر جيفن بعد ما عرضت في المجرى الملاحي لقناه السويس وقدرنا ان احنا نتحرك والعالم كله كان واقف كاتم انفاسه وهي موقفه الملاحه، تم التحفظ على هذه السفينه، ومن الواضح ان هناك قضايا او هناك اشكال في التعويضات ما بين هيئه قناه السويس ومصر وما بين الشركه المالكه. الشركه المالكه قدمت طلب تستأنف الحكم باللي طلع على السفينة أو عليهم، فالمحكمة الاقتصادية
النهاردة قالت أنا مش المحكمة المختصة بنظر هذا الاستئناف أو هذه الإشكالية. خلينا نشوف آخر تفاصيل إيفر جيفن ما زال التحفظ عليها داخل مصر. وعلى الهاتف مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. مساء الخير سعادة الفريق. أهلا بك يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. الموقف الآن أين هي السفينة؟ هي موجودة زي ما هي في البحيرات المرة الصغرى، بحيرات المرة الكبرى، وإحنا محافظين عليها وخدنا حكم النهاردة نهائي بتأييد التحفظ. يعني إحنا كنا تحفظنا على السفينة، بعتنا المحكمة وقدمنا إن إحنا عايزين نتحفظ على السفينة، بعدين هم الملاك قدموا بعد كده إن استئناف إن هم لا بيتحفظوا على السفينة وإن إحنا نفرج عنها، وبعدين نتفاوض بعد كده نفرج على السفينة والبضاعة يعني. فالنهاردة المحكمة أيدت التحفظ على السفينة، وبعدين احالت الموضوع بقى لجهه الاختصاص اللي هو الحكم في التعويضات يعني. طيب كويس جدا، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ايه اخبار البضائع اللي موجوده على السفينه؟ هل هي معرضه للتلف؟ انا ما نعرفش هي معرضه للتلف، انا ما فتحناش المنافستو فيها ايه يعني. خالص هم لو هم عايزين خايفين عليها معرضه للتلف، والله يصفوا المواضيع ونخرج السفينه على طول، السفينه جاهزه انها تمشي. مصر بس مصر بتطالب بايه؟ بتطالب ب 550 مليون دولار. احنا كنا طلبنا الاول 916، ده كان مبدئي عشان ما كناش عارفين ثمن البضاعه. تمام. بعتنا لهم، كنا بعتنا للاونرز عشان بعتنا ثمن البضاعه، فكان اتاخر في الرد، فاضطرينا طبعا عشان نحكم عشان نطلب في المحكمه يعني لما تحافظ على السفينه لازم تحافظ برقم. طبعا. حطينا رقم مبدئي. لما بعتوا لنا هم ان الرقم ثمن البضاعه 775 مليون دولار، فاحنا نزلنا المبلغ من 916 ل 550 مليون. طب كويس، عشان نشرح للناس، هل طبقا للقانون البحري الدولي انت بتحدد نسبه من ثمن البضاعه اللي انت انقذتها بالسفينه، ولا حضرتك بتقدر الاضرار بتاعتك طبقا للمبلغ الاجمالي بتاع السفينه؟ لا، هو الاول لازم يعني مش معقول ان انا هطلب مبلغ اكتر من ثمن البضاعه. طب تمام يا فندم. انا مش بحط نسب، مش بحط نسب للانقاذ يعني على البضاعه، لا، لكن صح الرقم يعني ما بيبقاش ايه منطقي، ما بيبقاش اكبر من ثمن البضاعه. تمام. بالتالي احنا كنا حاطينه الاول عشان جزافي عشان ومبدئي يعني عشان ما كناش عارفين، وبعد كده دلوقتي لما حددنا الرقم، علاوه على ان الرقم ده زي ما حضرتك بتقول كده، لا احنا مش عايزين نكسب من الموضوع، احنا عايزين نعوض الخسائر اللي احنا خسرناها. يعني المبلغ بتاع 550 مليون دولار ده تعويض خسائر احنا خسرناها خلال الست ايام باستخدام 15 قطره وكراكتين وسبع وحدات انقاذ وتموين وناس غطاسين نزلت غطست، والبنك على الضفه الشرقيه اتكسر وعلى الضفه الغربيه وبنعيد اصلاحه لغايه دلوقتي، وحاجات استخدمت من البر، يعني حاجات كتير جدا. القناه فضلت مقفوله ست ايام، احنا شغالين 24 ساعه، والمراكب كانت شغاله، القطارات والكراكات كانت شغاله 24 ساعه عشان تخلص، وبالتالي حصل فيها دامج، في وحدات منها خرجت بره الخدمه، في ناس كانت شغاله 24 ساعه ما كانتش بتريح. بعد حتى ما خلص الموضوع كله كان في 422 سفينه كانوا موجودين في المناطق الجزار، كنا عايزين نخلصه عشان ما نعطلش برضه الناس، اشتغلنا برضه 24 ساعه، المرشدين اشتغلوا 24 ساعه، والقطارات بتاعتنا اشتغلت ثاني 24 ساعه عشان نعدي حوالي 100 مركب كل يوم، وخلصنا الموضوع في اربع ايام. كل دي حزبه كلها على بعض، احنا بنقول مش يعني ما بنطلبش دلوقتي بقى ان احنا عايزين نكسب، مش عايزين نكسب من الموضوع، احنا عايزين نعوض خسائر اللي احنا خسرناها خلال الفتره دي بس، مش اكتر. تمام. انما تم التاكيد ان الخطا في الجنوح بتاع السفينه ملناش احنا كمصر ولا هي قناه السويس اي دعوه بالكلام ده كله، صح؟ صح يا فندم. هو طبعا المرشد اللي موجود على السفينه ده رايه استشاري للابطال، ودي لائحه هم عارفينها ومعاهم اللائحه فاهمينها كويس جدا. علاوه على ان الابطال لو حب ان هو يغير مرشد، لو حس ان المرشد مش مريحه، ان المرشد مش كويس، ما بيسمعش، ما بينفذش معاه اوامره، ممكن بيطلب مننا وبنغيره، ده حق ليه وبنعمله على طول. فده ما حصلش برضه. الحاجة الثانية اللي هو شايف ان الجو وحش حالة الطقس عشان بيكلموا برضه على الريح، وما كانش المفروض السفينة تدخل، ده برضه لازم يطلب من ابطال المركب، ما طلبش يعني، لو طلب برضه احنا عندنا مراكب اكم من مراكب، الجو وحش يقول لك لا مش هخش. تمام. ما ندخلوش، لسه ما ندخلوش. طيب السؤال الاخير لحضرتك، في اخبار عن وجود حاويات فيها مواد سامة، 100 حاوية او حاجة كده، هل ده صحيح؟ هم اللي بعتوا، حتى هم اللي اعلنوا كده ان في مواد خطر، عايزين نفرع عشان فيها مواد خطر، وبالتالي احنا بقى خدنا اجراءات احتياطيه زياده. احنا كنا حاطين قطرتين بس مع المركب يعني اللي واقف دلوقتي، احنا بنزود دلوقتي ثلاث قطرات معاهم. القطره دي بتعمل عمليات اطفاء وبتعمل عمليات انقاذ وبتعمل كل حاجه، بحيث ان احنا ايه نوعيه المواد الخطر اللي جوه الحاويات دي؟ زي ممكن يبقى مواد حاجات بيتصنع بيها، زي مواد سائله زي الكلور، زي مواد
مش حد خطره يعني حاجات يعني مواد سائله بتركب منها حاجات دي من ضمن الحاجات ومش مفروض على فكره برضه احنا يعني احنا برضه يعني حاجات كتير احنا ممكن نتكلم فيها. ما هو بالظبط انا كنت لسه ما هو سؤال غير ما يبلغ سؤال بالظبط كده السؤال التالي لو كان الراجل ده ابلغ وانا عارف الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي وحضرتك عارفها لو كانوا ابلغ مهندسين القياس اللي هم طبعاً. القياسين وهم اللي هم بيقرروا كل سفينه تدفع كام لو بلغ ان عنده 100 حاويه وان ال 100 حاويه دول فيهم مواد مشتعله او مواد مضره او كان ارتفع ثمن العبور كتير مش كده يا فندم؟ هو مش بس دي برضو النقطه الاساسيه بتاعتنا يعني مش دايما احنا بندور على الفلوس الفلوس لكن احنا بندور على التامين يعني تامين قناه السويس وتامين ما انا فاهم لان هم عارفين عليه اطراف زياده عشان امن الموضوع فالفرض الاطراف ده ليها حسبه لكن هي مش الاساس ان انت معاك مواد خطر حاول زود فهم بعض الاجراءات اللي انا هامنك بيها هو خفى هذا الموضوع فهو من الاول يعني انت ماسك عليه غلطه ان هو من الاول اساسا مش قايل ان في 100 حاويه كذا 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 وبيعدي في معبر دولي مهم جدا دون ان يخطر او يعلن مش كده؟ هذا صحيح يا فندم تمام تمام دي قضيه لوحدها يا سياده الفريق يعني ده بعد كده انت ممكن طبعا طيب الى يعني حضرتك بتتوقع ايه في هذه القضيه في المستقبل القريب؟ ولازم هيتحكم فيها بقى يعني هم طبعا لازم هيتحكم فيها بمبلغ يعني القضاء بقى بيبقى دلوقتي اتحولت من المحكمه الاقتصاديه اللي هي كانت حكمت النهارده اصدرت حكم النهارده تأييد التحفظ الحكم بقى على المبلغ ده هيبقى فيه تحت قضاء اخر يعني متخصص يعني هم رفضوا بقى يقولوا على يدوا حكمهم لان هم مش متخصصين في موضوع التعويضات فهيحلوها الى محكمه متخصصه تقدر تبت في موضوع التعويضات ده هل التعويض ده مناسب؟ احنا طبعا بندي بريك داون للتعويض ده ايه هو وبنوده ايه ودي كام ودي كام ودي كام هم طبعا بيردوا رد بيقولوا لا ده كذا وكذا وكذا وبالتالي القاضي بعد كده بيحكم بعد ما القضاء المختص ده بيشوف الموضوع التعويضات والمركب ايه بيقدر يحكم ان ايه التعويض اللي اتاخد. سعاده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله زي ما قلت لحضراتكم الكلمه اللي انا لقطتها بتاعت ال 100 حاويه دول احنا ولاد قناه السويس فاهمين كويس جدا ان في قياس بيطلع قياس ده اللي هو بيقول ايه المركب على وزنها كذا حجمها كذا هتعدي كذا عليها كذا حاويه فبيقدر مش بس هي مش تذكره هو كل مركب ليها ثمن للعبور من قناه السويس ممكن مركب تبقى ضخمه جدا بس فاضيه فيدوا لها مبلغ قليل وفي مركب صغيره قوي بس مليانه جدا فيدي لها مبلغ معين عندما تعلن اي مركب وهي معديه في ممر ملاحي دولي ان عندها ومركبه مواد خطر هي قناه السويس لازم تمشي وراها حاجات معينه وتتابع وتبدا تاخد اجراءات مختلفه بيتحملها التوكيل الملاحي الخاص بهذا المركب العابر لقناه السويس وده مبالغ اضافيه بتكون كبيره احيانا في الممرات الدوليه في العالم كله مش عندنا احنا بس احنا اهم ممر فيهم فلما نكتشف بعد كده لما يبعت المانيفستو بتاع الحموله بتاعته بتفاصيله علشان يقول الاسعار ايه فنكتشف ان في 100 حاويه خطيره سمعته وتسالت الفريق قال لك فورا حركنا كذا حاجه تقف حوالين المكان ده ليه علشان ما يحصلش اي حاجه علشان ما تاثرش على الملاحه ده تأمين ده ضحكوا عليه يعني ده واحد معدي من قناة السويس زي واحد كده داخل من الجمرك في أي حتة وضارب حتتين معاه كهرباء أو حاجة من اللي عليها جمرك ويقول لك لا والله معيش حاجة وبتعدي أحيانا إنما لما اتمسك خلاص كده بقت مسجلة دوليا على هذه الشركة إن هم ما أعلنوش الكلام ده في الأول ده ورق رسمي معمول خليني أنتقل بكم إلى الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه بالأمس وهو غزة وفلسطين وماذا يحدث احنا كان عندنا حلقة مهمة جدا بالأمس النهاردة عايز أقول لكم استمرار فتح معبر غزة لليوم الثامن على أنا آسف معبر رفح لليوم الثامن على التوالي لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية من غزة عبر رفح إلى مصر ومصر كلها مجيشة نفسها ادي جزء من الحاجات اللي كانت بتوصل وفي 3000 طن قافلة صندوق تحيا مصر وصلت ميناء رفح والمجلس الأعلى للجامعات أعفى كل طلاب غزة والطلاب الفلسطينيين الوافدين من القسط الثاني للمصروفات العام الحالي بالكامل وأعلن دعم مؤسسات التعليم العالي بغزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس تخيلوا أنتوا
ان الجامعات جاهزه تبعت اعضاء هيئه التدريس الى غزه كمان. يعني الهلال الاحمر بالامس اعلن ان بعثات طبيه هتروح، الجامعات هتبعت اساتذه وجاهزين ان احنا نبعت الاساتذه بتوعنا. الدعم اللامتناهي، انتوا بتتكلموا على حوالي 200 شاحنه عملاقه، 200 شاحنه عملاقه لو انتوا بتتكلموا ان كل واحده فيهم شايله من 20 ل 40 طن، اضربوا انتوا بقى كده. انتوا بتتكلموا على 3000 طن، 3000 طن معونات، وده اقل ما يجب لاخواتنا. ورئيس مجلس النواب اكد النهارده، ومجلس النواب كله كان يتحدث عن هذا، ودعم القيادة السياسية المصرية في توجه مصر تجاه الإخوة الفلسطينيين. مجلس النواب كله واقف يتكلم، طبعا في تعليقات كتيرة جدا على اللي أنا بسميهم يعني الجعجاع، اللي هو الناس اللي كانت طالعة عمالة تهجم علينا وتشتمنا وإلى آخره. أنا فين 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 دول؟ يعني الكشاك اللي كانت طالعة عمالة تهجم على مصر وتشتم مصر كله سكت فجأة، حدش يتكلم فجأة خالص، وفجأة كده بقينا احنا دح وكويسين وحلوين قوي. انما كل اللي كان فتح بقه ما سمعناش ان حد نقط، ما سمعناش ان حد داخل يقول كذا، ما سمعناش ان حد يقول لك فريق طبي من الدولة الفلانية اللي عمالة تقطع فينا يصل الى مصر استعدادا للدخول الى غزة واحنا عايزين نروح ونساعد. فين الكلام ده كله؟ احنا بس اللي بنشيل كل الليلة واحنا بس اللي بنتهاجم؟ ولكن ما علينا، ده دورنا وده واجبنا، ودول اخواتنا وده بيتنا، يعني دول ده بيتنا. النهارده دوله الامارات وليها عهد ابو ظبي، الامارات تدعم الجهود المصريه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه. بدات دوله الامارات تتدخل، انتوا عارفين طبعا ان في اتفاقيات سلام ما بين الامارات واسرائيل. فتتحرك دوله الامارات وليها عهد ابو ظبي بيقول احنا ندعم هذه الجهود، و وزير الخارجية قال عريصونا على تثبيت الهدنة في غزة وإطلاق مسار المفاوضات. يعني مصر شغالة في الدعم، ثم عملت خطة لإعادة البناء، ثم عملت خطة للدعم الاجتماعي الخاص بالتدريس والأطباء والحياة تعود مرة أخرى للناس، علشان الناس كده اللي تعبان قوي بنجيبه، ثم راحت عاملة خطة سياسية دبلوماسية للتحرك على مستوى العالم استغلالا لما حدث واستغلالا للموقف لعودة المفاوضات علشان الدنيا تتحرك في قضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين. هو ده دور مصر. نطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعلن حل مشكلة 200 سائق عالق بالمعبر الليبي بالتنسيق مع الخارجية. الحكومة تطلق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. هيئة السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب. وزير البترول: التطوير الشامل بصناعة التكرير يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2023. وزير القوى العاملة يعلن الموافقة على صرف الدفعتين 6 و7 إعانات طوارئ للعاملين بقطاع السياحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس. وزارة الداخلية تحرر محاضر 14,000 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة. وزارة الداخلية تعلن سحب 5140 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة. سان داونز يعتذر للأهلي عن تجاوزات جماهيره، وبعثة الأهلي تصل لقطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي. هيئة الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة. عدنا لحضراتكم مرة تانية. النهاردة مجلس النواب أخد عدة قرارات خاصة بالموظف والموظفين. طبعا الأهم فيها بالنسبة للعقابي هو إلهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، والمهم بيها بالنسبة لمعظم الموظفين هو أنه وافق على القانون بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، يعني ومنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازنتها الخاصة.
ده خبر بينتظره كل العاملين في الدولة أو كل العاملين في شركات القطاع العام بشكل جامد جدا، وقطاع الأعمال أيضا. وده الخبر الإيجابي اللي بيعم على معظم الناس. ولكن أيضا خلونا ناخد تفاصيل الحكاية بتاعت الموافقة النهائية على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات. هنحاول إن احنا نجيب اتصال هاتفي في هذا الشأن علشان نفهم الحكاية بالظبط. المجلس وافق أيضا على وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 سنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية طبقا للمادة 37 بمبلغ 75 جنيه شهريا. التنظيم في العمل أمر مهم، والاهتمام بالعاملين في قطاع الدولة طالما أنا بطلب منه إنتاج وبدأت أن أنا أعمل له تدريبات وأرفع من قيمته وأرفع من قدراته واخد منه شغل، يبقى مياجب ايضا ان انا ابدا ان انا انظر واطمنه على حته انت علاواتك ايه، حقوقك ايه، هتاخد ايه، وايضا اعاقبه ازاي. على الهاتف دكتور عمرو عثمان مساعد وزيره التضامن ومدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان. دكتور عمرو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. انت امتى تقول ان في موظف بيتعاطى المخدرات؟ والله مشكله المخدرات الحقيقه يعني اقترنت بشكل كبير في العديد من حوادث الطرق والحوادث في العديد من المرافق الحيويه خلال الفتره الماضيه، وكان يعني مهم جدا ان يبقى في قانون بيتعامل بشكل رادع مع هذه المشكله، وده القانون اللي اقره بشكل نهائي النهارده مجلس النواب. احنا خلال الفتره الماضيه كشفنا على حوالي 350 الف موظف في الجهاز الاداري للدوله كانت نسبه التعاطي ما بينهم 2%. طبعا نسبه 2% هي نسبه ممكن تعمل مشاكل كتير جدا لا سيما في المرافق الحيويه. يعني حضرتك بتتكلم على اكتر من 6000 موظف. بالظبط كده، ده من ال 350 الف اللي تم الكشف عليهم. فالنهارده احنا بنتكلم النسبه خصوصا لو في مرفق حيوي طبعا ممكن يعصفوا بحياه ابرياء. وده اللي حصل. طب انا معلش بعد اذن حضرتك دكتور عمرو، انا عايز اكلمك في منطقه معينه، وهو ان حضرتك انت بتاع مكافحه وعلاج الادمان. هل الادمان ما هو ممكن يكون بيتعاطى المخدرات؟ وحضرتك عارف احيانا الانتشار بيكون عامل ازاي، ولكن هل هو مدمن؟ يعني هل انت ممكن تعالجه؟ هل ممكن تديله اشعار وتعمل له كذا تحليل بعد كده؟ هل إيه بتعمله ايه؟ ولا على طول سيتم فورا الاستغناء عن خدماته؟ خليني اقول لحضرتك احنا عندنا جزئين، يعني جزء من يتقدم توعية للعلاج سواء موظف او اي حد لن يقع ابدا تحت طائلة القانون، لكن الجزء الثاني لو انا النهاردة عملت حملة وتبين ان الموظف بيباشر المهام الوظيفية بتاعته تحت تأثير المواد المخدرة، هنا طبعا الموضوع لن يقبل ابدا ان تصل حلول، وهيتم اتجاه يعني هيتم يعني الفصل بشكل قطعي لموظف متعاطي المواد المخدره. هل سيستدعي هذا بعد اصدار القانون عمليات فحص مفاجئ في بعض الاماكن والمؤسسات في الدوله؟ هو في نقطه مهمه جدا يا فندم، ان القانون يعني بعد اقراره بيدي 6 شهور للموظف المتعاطي او المدمن ان هو يتقدم للعلاج. فيعني خلال ال6 شهور القادمه اي حد هيتقدم للعلاج مفيش اي مشكله، ومش هيحصل يعني لن يقع ابدا تحت طائله القانون. مهم جدا ان احنا ناكد ان رقم الخط الساخن لعلاج الادمان 16023، ودي الاليه اللي بتوفرها الدوله لخدمه العلاج. الحقيقه ان على ضوء هذا القانون هيبقى في لجان مشكله من صندوق مكافحه الادمان والامانه العامه للصحه النفسيه ومصلحه الطب الشرعي بتجري تحاليل مفاجئه في يعني كافة أجهزة الدولة، ومن يتبين تعطيل المواد المخدرة هيتم فصله بموجب هذا القانون. قصدك إيه بالمواد المخدرة بقى؟ قولي إيه الجدول اللي عندكم؟ كل المواد اللي بتدخل جدول تعاطي المخدرات، طبعًا في حاجة اسمها اللجنة الثلاثية هي اللي بتكون معنية بإدراج كافة المواد المخدرة ضمن جدول المخدرات، ودي بتبقى مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل. احنا يعني الحقيقة عايز اقول لحضرتك ان معظم المخدرات اللي تبين او اللي احنا يعني من واقع الممارسة العملية لقيناها ما بين الموظفين هو مخدر الحشيش، هو رقم واحد،
ويليه مخدر الترامادول وبعد كده الهيروين. تمام يا فندم. دكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان، بشكرك شكرا جزيلا. كنا بنتكلم بالامس عن الفطر الاسود في الاصابات اللي بتحصل بعد الكورونا، وقلنا ان ده طالع في الهند وجبنا لكم صور من الهند، وكان معايا الدكتور خالد مجاهد. والدكتور خالد مجاهد نفى وجود مثل هذه الاصابات في مصر، ولكن هناك اخبار اخرى تداولت على كتصريحات من بعض المسؤولين. دي صور من الهند يا جماعه عشان ما حدش يقول ان دي من مصر بعد اذنكم، دي صور من الهند. ده فطر، فطر يعني فنجس، فنجس يعني الإصابة بتاعته بسبب الرطوبة العالية وبسبب حاجات كتير جدا، وممكن أن يتم التعامل معاه، ولكن هو بيؤدي إلى أحيانا لما بيكون الإصابة بيه عنيفة بتؤدي إلى الوفاة في 50% من حالات الإصابة بتاعته. طبعا إحنا عشان مهتمين جدا بالمصابين بالكورونا ومهتمين جدا بإصابات الكورونا، هو مش بيجي للمصاب بالكورونا، هو بيجي بسبب ضعف المناعة الناتج عن الإصابة بالكورونا. يعني حد عنده إصابة بالكورونا وممكن يكون خلص الكورونا ثم يفاجئه من هو أصيب بالفطر الأسود، وده جزء من الإصابة بتاعته بسبب أن جهاز المناعة بتاعه ما قدرش يتعامل مع الفطريات دي، لا ميكروبات ولا فيروسات، دي فطريات، ودي ليها طرق علاج مختلفة تماما وممكن تتلحق في حالتها الأولى. ولكن اللي عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا ما بين وجود أو لا وجود تصريحات مختلفة ممكن يكون تم رصد حالة أو حالتين. وأنا بقول لكم ليه؟ لأن إحنا مهمتنا كإعلام إن إحنا نصحح لكم المعلومات، وإن إحنا دايما نكون متابعين مع حضراتكم إيه الجديد في الموضوع اللي بيهمنا كلنا وبيهم كل أسرنا وبيهم كل العائلات في مصر. النهاردة الإصابات كبيرة وكتيرة، ونحتاج إن إحنا كلنا نبقى متابعين، والناس قلقانة. ما تقلقوش، ولكن حرصوا كويس وخدوا الإجراءات الاحترازية. أعجبني جدا إن الأول مرة في مصر هوريكم طريقة اتعملت في عزل الكورونا في مستشفى ميت غمر. أنت عندك أزمة كبيرة قوي قوي في المستشفيات في مصر، في مستشفيات العزل، لما حد حتى في البيوت لما حد يكون معزول عشان عنده كورونا أو بيتعالج في بيته، والناس كتير جدا انك انت ما بتعرفش تشوف اهلك وبتاع، وبتتعامل معاهم عن طريق انك انت بتكلمه في التليفون احيانا او ما بيقدرش يتكلم. في مستشفى ميت غمر وعملوا تفعيل شاشات للتواصل بين مرضى عزل الكورونا واهاليهم، يعني الاهالي تيجي تبص عليه في اوضته زي ما انت حضراتكم شايفين كده. طبعا تحية كبيرة جدا 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 للناس اللي فكرت في ده وطبقت ده. خدوا بالكم انتوا بتتكلموا على مستشفيات عزل بتاعت وزارة الصحة، خدوا بالكم ان انتوا بتتكلموا على محافظة الدقهلية ميت غمر، عشان تعرفوا ان احنا النهاردة اصبحنا بنطلق للناس المحترمة والافكار الجيدة وبنمكنها علشان تبدأ تتنفس، فنلاقي ان في حاجات كده بارقة امل بتطلع في كذا حتة. انتوا مش بتتكلموا على مستشفى خاص جامد جدا ولا مستشفى مش عارف مين ولا المستشفيات اللي بتاخد، انا عايز اقول لكم ان في مستشفيات بتاخد النهارده 50 و60 و100 ألف جنيه، مستشفيات خاصه لحالات الكورونا. تخيلوا انتوا الاستغلال وصل لمرحله ايه. انما الحكومه لغايه النهارده العلاج مجانا والتواجد مجانا وبتخش تطعم مجانا. هتقول لي متاخرين في التطعيمات، هتطعم مجانا يعني هتطعم مجانا، محدش بيطلب منك فلوس في الحدوته دي، والعزل موجود والدنيا موجودة، ولكن انك انت تطور هذه الخدمة بهذا الشكل ده شيء جيد جدا. هسيب حضراتكم مع تقرير احنا عاملينه من سوق العبور، ثم نعود ونتكلم في حكاية اخبار البطيخ ايه ودعاء الصيف، موسم البطيخ والصيف وفاكهة الصيف، والخوخ وحش ولا كويس، وعبد الناصر بياكل الخوخ ولا ما بياكلش الخوخ وبيوجع بطنه. عبد الناصر ده زميلنا في الاعداد على فكرة، كان لسه بيقول لي الكلام ده، واخدين بالكم؟ وان البطيخ بقى الميه بتاعته كويسه، طعمه حلو طعمه وحش، ارضه حلوه ارضه وحشه، موسم البطيخ. هنشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم مره تانية نكمل هذه التغطيه. فواكه كتير الصيف ما ينفعش من غيرها، وعلى راسهم البطيخ، الا انها سريعه التلف وحساسه ضد الحراره وبتسبب في بعض الاحيان نزلات معويه، والاطباء كل سنه بيحذروا من الافراط في تناولها. لكن السنة دي فوجئنا بشائعات عن وجود بعض أنواع الفواكه المسرطنة زي البطيخ،
وطبعا ده كان ليه تأثير كبير على الإقبال وأسعار البيع. احنا النهاردة في واحد من أكبر الأسواق عشان نشوف ونرصد لكم الوضع على الطبيعة. البطيخ مزروع في محافظة البحيرة، بيروا من مية النيل، ما فيش أي تسميد بيجيله تاني، هذا التسميد الطبيعي. الطبيعي هو الكيماوي اللوري، الكيماوي النطرات، واحنا لما نحب بطيخنا يزيد بنجيب له تسميد من عندنا احنا، ممكن نحط له عسل اسود، دي بطعمه جميل، بطعمه حلو. الاشاعه دي اثرت علينا، بدل ما كنا بنبيع البطيخه ب 20 جنيه ب 25 جنيه والتاجر بره بياكل فيها عيش، بقينا نبيعها ب 10 12 جنيه، دي هتاثر علينا وعلى دخلنا وعلى اموالنا. احنا بناكل منه قبل ما اي حد ياكل منه، قبل ما المواطنين بياكل منه، لان طبعا احنا معانا اولادنا في المزارع وكده، واحنا كلنا بناكل منه قبل ما اي حد تاني بياكل منه. فطبعا البطيخ اسعاره بالتالي الاسعار نزلت مع الاشاعه ديت، الناس خافت، اللي هي مش فاهمه الوضع بتاع البطيخ خاف. دي اشاعه مغرضه سببها تدمير السوق المحلي في مصر. فالبطيخ كويس جدا وما فيهوش اي مشاكل، والناس كلها بتاكل منه اكتر من مره في اليوم، ودي بتاثر علينا احنا هنا في السوق المحلي والمزارع اكتر، لان المزارع النهارده لما هيخسر مش هيزرع بالكميه دي، هيبقى في نقص في السوق المحلي. اي اشاعه هنا بتاثر علينا، بتاثر علينا مش كسوق بس، بتاثر علينا كان احنا بنصدر للعالم كله بطيخ، فطبعا طبعا نتاثر على البطيخ كله طبعا. بتاع التصدير بيقف، احنا كناس شغاله وده كله بيقف، بيجي لك 20 عربيه، لا بيجي لك 5، طبعا بيأثر الكلام ده كله على البطيخ. اي بطيخه بايظه بتطلع من البطيخه وبترص. البطيخ 5-6 انواع، يعني نمر زيرو، نمره 1، نمره 2، نمره 3، نمره 4، في نعم ده كله بيطلع. استخدام الهرمونات والمواد الكيماويه المحظوره للاسراع في نمو البطيخ وزياده حجمه وبالتالي مضاعفه الارباح، الدوله بتتخذ ضده اجراءات رقابيه وعقابيه صارمه للحفاظ على صحه المواطن والتاكد من طرح منتج سليم بالاسواق. محمد سلامة، الحياة اليوم. قعدنا حضراتكم تاني، ايه رأيكم نسأل بقى ونشوف ايه الحكاية معي لايف على الهواء مباشرة. الأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية. مساء الخير يا أستاذ حاتم. مساء الخير عليك يا فندم وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيبين جميعا. وانت طيب، احكي لي، هو الاسعار فعلا نزلت في البطيخ النص؟ هو احنا عندنا بس يعني الاشاعه اللي حصلت على ان البطيخ فيه شيء، كلمه غليظه يا استاذ محمد، كلمه لابد ان الاشاعات دي لازم نتصدى ليها، لان احنا دلوقتي مثل هذه الاشاعات بتضر الاقتصاد المصري، واحنا عندنا طفره في الزراعه، وعندنا محتلين المراتب الاولى عالميا في المنتجات الزراعيه، بنصدر لكل دول العالم، تحديدا البطيخ احنا بنصدر ل 16 دوله منها الاوروبا. فهل اوروبا النهارده لو في البطيخ المصري في اي حاجه كانت صادراتنا دي ما كانتش نجحت؟ لكن الحمد لله رب العالمين صادراتنا فيها شيء من الزياده، احنا بنقول ان احنا عندنا 5 مليون طن وما يزيد عن 5 مليون طن زياده صادرات من اول جائحه كورونا حتى الان، احنا اكلنا العالم كله يا استاذ محمد في فصل هذه الجائحه. ولكن احنا بنقول الشائعات دي بتضر بالمنتجين الزراعيين. بس يا استاذ حاتم، انا اشتريت بطيخ طلع بايظ. انا بقول لك اهو، ما هو الناس، سيبك من الشائعات، انا بكلمك. يا استاذ محمد اتفضل. يا استاذ محمد احنا بس بنحب ناكد حضرتك، انت شريط بطيخ من الشارع موجود مثلا في الشمس، العوامل الجويه يا استاذ محمد هي ليها عامل اساسي في الخضار والفاكهه، هي بتضر الخضار والفاكهه سواء في اذا كان في الزراعات او سواء في كان في اسواق التجزئه او سواء الجمله. فلابد الناس تبقى مخليه بالها، انت اشتريت بطيخه ممكن تكونت في الشمس يوم 2 3 ما كانتش مكتمله السوى بتاعها، فبتضطر انك انت تاخد البطيخه فيها مثلا تحللت شويه، البطيخه مش صلبه مش مرمله. حضرتك عشان ما عندكش خبره متاسف يعني في ان البطيخه دي هل هي فعلا كويسه او دي صلبه ومرمله ولا لا، لكن بعض الساده المواطنين بيعانوا زي ما انت بتعاني. ولكن احنا بنقول ايه، البطيخ بتاعنا امن، خدنا عشرات التحليلات من كل المحافظات، جمهوريه مصر العربيه، من الاسواق المركزيه، من ايه احسن محافظه، من تجار التجزئه، كل ده. ايه اكتر محافظه بتنتج بطيخ واحسن بطيخ؟ البطيخ بياب البحيره وكفر الشيخ طبعا، عشان انت من البحيره مش كده؟ و لا والله انا صعيدي يا استاذ محمد، وانت خالي وانت عارف كل حاجه. يعني بس خلينا نقول يا استاذ محمد ان احنا عايزين ناكد ان مثل هذه الشائعات بتضر
بالاقتصاد المصري. احنا عندنا زيادة صادرات، عندنا سوق محلي الحمد لله رب العالمين. الآن احنا لابد نكون في اصطفاف وطني، لابد يكون دولتنا نحافظ الامن القومي الغذائي. ده يا استاذ محمد احد ركائز الامن القومي هو الامن الغذائي، فلابد نحافظ على احنا عندنا استقرار دائم بقالنا اكتر ما يزيد عن العام في منتجاتنا الزراعيه، تحديدا السلع الاستراتيجيه. انت عندك البطيخ، المشمش، الكنتالوب، الخوخ، كمان الخوخ اللي طالع عليه اشاعه برضه. يعني احنا في مثل هذا التوقيت تحديدا، في عز اعلى انتاج للبطيخ وعز نضوج البطيخ، جت هذه الشائعه. لماذا هذه الشائعات؟ الحمد لله في جهات كثيره جدا اتحركت، زي مثلا مركز الاعلام، المجلس، الوزراء. انت مش في سوق العبور دلوقتي؟ اتفضل يا فندم. انت مش في سوق العبور دلوقتي الان؟ طبعا. كويس قوي. انا عايز بقى هنا تجربه. أيوة حيه فن. عايزك تنقي كام بطيخه جامدين جدا كده وتبعتهم لي بكره على الحياه اليوم في البرنامج، على خوخ، على عنق. ابعت لي الفاكهه المصري عشان انا هطلع بيها على الهوا واضرب بطيخ وندق قدام الناس. ايه رايك؟ ما فيش اي مانع، انا موافق على ده. ليه؟ لماذا؟ لان احنا لما بننقل الصوره الحيه للمواطنين الناس بتطمئن. الكلمه نفسها يا استاذ محمد كلمه غليظه، حكايه ان مسارطه دي في حد ذاتها. احنا ربنا يعافينا، احنا في وباء، الناس مش مستحمله، الناس متضرره، الناس بتخاف دلوقتي. فاحنا رجاء كل واحد بياخد بطيخه يحاول ان هو ياخد البطيخ اللي موجود في الظل، البطيخ ما يبقاش موجود في الشمس، البطيخ اللي هي يفتحها يلاقيها صلبه مرمله، دي بطيخه سليمه 100% ومن المنتجات الزراعيه امنه 100%. احنا عملنا تحليلات، وزاره الزراعه نفت كل هذه الشائعات. ايضا مجلس النواب، انا بشكر الساده نواب الشعب اللي عملوا استجواب وعملوا طلب احاطه لهذا الموضوع، ولجنه الزراعه وراي داخل مجلس النواب، احد النواب، كل نواب مجلس النواب عملوا شغل كويس. ايضا خبر الزراعين، دكتور محمد عادل غندور، دكتور جمال عبد ربه، الساده المحترمه اللي هم تواصلوا معانا كغرف تجاريه عشان يعرفوا حقيقه هذا الامر. احنا يا فندم داخل الاسواق كل يوم بيتاخد عينات من البطيخ عشان نقف على حقيقه هذا الامر. وجدنا ان الشائعه دي كذب وإدادة ليس، واحنا بناكد الساده المواطنين ان البطيخ امن. بس رجاء الساده المواطنين تاخد احتياجاتها اليوميه، يعني ما فيش واحد النهارده ياخد لي 5-6 بطيخات ويحطهم في الشمس او يحطهم في اي مكان وبعد كده يقول ده البطيخ هيحصل له اسهال. ده الطبيعي. ما احنا كل سنه البطيخ، لو البطيخه فتحتها لقيتها فيها ميه زياده عن اللازم، مش المرمله، مش الصلبه، يبقى دي بطيخه انت ما تاكلهاش. شكرا الاستاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضره والفاكهه بغرفه القاهره التجاريه. عايز اقول لكم يا المساله جابها لكم من الاخر، قال لك نقي البطيخه بتاعتك كويس علشان فعلا الباعه الجائلين بيحطوا البطيخ ويخزنوه والدنيا شمس جدا والدنيا حر جدا وعايز يبيع، ما جالوش ناس اشترت، هيعرض بكره وبعده وبعده، هتبقى البطيخه مرميه عنده في الشمس بقى لها 3-4 ايام بتغلي من قلبها من جوه، باظت البطيخه. انت خدتها من بره شكلها جميل جدا، تروح البيت بتقول ان البطيخ غلط. نقوا او اختاروا انكم بتعملوا ايه. وعايز اقول لكم فعلا بجد البطيخ المصري بيغزو العالم، وهو مش هيقول انا هعين البطيخ الوحش للشعب ولا للناس وهطلع يعني صعب قوي انه ينقي ايه كل 10 بطيخات من 2000 بطيخه. يعني هنطلع فاصل وهنرجع تاني، بعد الفاصل انا هتناقش مع حضراتكم مع ضيوفي في اللي حصل في رمضان، في دراما رمضان، وانا اخد منطقه محدده كده، ان المتحده للخدمات الاعلاميه بدات تخلق او تعود الى حاله الوعي العام واعاده التثقيف الواقعي وتقديم الحقائق للناس. احنا بنتكلم على المسلسلات زي الاختيار، زي القاهره كابول، زي المواجهه وهجمه مرتده. احنا بنتكلم على المسلسلات التي قدمت جزء من التاريخ الحديث اللي احنا كلنا عشناه، ولكن بتفاصيل كنا نحتاج ان احنا نعرفها، وتربطت التفاصيل في بعض وخلقت حالة من الوعي عند الشعب. بعد الفاصل ضيوفي الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، معركة الوعي في مصر. عايز اقول لكم ان الاعلام او الدراما عاده لما درسنا ان ليها هدف، انا راجل دارس ادب انجليزي والدراما والحدوته كل حاجه ليها هدف، السينما ليها اهداف
والمسرح له هدف والتلفزيون له هدف. فجأة في السنوات الأخيرة بدأنا نشوف تحول وعودة إلى الدراما المصرية اللي الناس كلها والأسرة كلها بتقعد تتفرج عليها، ثم تبلورت بشكل أكبر أنها أصبحت دراما الوعي. أنا بقدم لك الأحداث بتفاصيل هذه الأحداث لتصحيح المفاهيم بشكل مختلف، فيبدأ الناس يلمسوا الأبطال اللي احنا عشناهم أسماء، يبدأوا يشوفوهم، يبدأوا يشوفوا الحالات المختلفة فيتعايشهم، ويبدأ أجيال مختلفة تشوف. زمان شفنا رأفت الهجان وشفنا حاجات كانت بتطلع كل فترة طويلة جدا عن حاجات حدثت منذ سنوات بعيدة، إنما الأول مرة نبدأ نشوف دراما كلنا عشنا تفاصيلها الواقعية ثم شفناها على شاشات التلفزيون، وده بيكون أمر خطير جدا إنك أنت تتعامل معاه بشكل كبير، وإنك أنت تقدمه في إنتاج على طول بعدها بسنوات أو سنتين من الحدث، فتبدأ إنك أنت الناس كلها فاكرة كل حاجة. خليني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة لنتحدث عن معركة الوعي في الدراما المصرية، الأستاذ الكبير الناقد الفني طارق الشناوي. أهلا بك. أهلا معايا. أهلا. الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية. أستاذ ماهر أهلا بيك. وهنتكلم عن الدواعش والحواديت والدنيا دي كلها. حبدأ بحضرتك، تأثير تقديم هذه الدراما على الحركات دي كلها، هم بصر لها ازاي والهجمات اللي عاملينها علينا؟ طيب انا عاوز اقول في الاول ان ما ذكر في الاختيار او ما ورد في الدراما دي 1% من الاحداث اللي حصلت في مصر، يعني المسلسل ما جابش من الشخصيات الارهابيه دي غير 1% بس. معقول؟ تخيل. اه طبعا، في عدد كم من الاحداث والعنف والارهاب والعمليات الارهابيه والتخطيطات والمؤامرات اللي تمت في الفتره دي ضخم جدا، ضخم جدا. والأجهزة الأمنية ممثلة في الأمن الوطني في الوقت ده والأجهزة التانية وقفت ضد هذه المؤامرات بشكل فظيع جدا، ونجحت إلى تدمير 26 تنظيم إرهابي كان في مصر. 26 تنظيم. أنا هذكر لك بعض منهم: أنصار الشريعة، أنصار الإسلام، توحيد والجهاد، جند الله، جند الإسلام، بيت المقدس. بص امسك بقى حسب لواء الثوره، غير تنظيمات متنوعه متعدده كلها كانت جايه تضرب فيه. اجناد مصر اللي هي بتاعت همام اللي جه في المسلسل ده تنظيم منفصل. ده واحد بس، ده واحد. همام ده كان جاي من فرنسا، جاي من سويسرا فرنسا، وكان شغال في مطعم هناك ونزل. طبعا المسلسل ما ذكرش الحاجات دي كلها. يعني انا بقول لك يعني شخصيه ارهابيه مثلا زي محمد ناصر، استاذ في جامعه قناه السويس كليه العلوم، اللي هو رايح عاوز يفجر السفن في قناة السويس، وعمل تنظيم كتيبة الفرقان اللي هي ضربت المرصد بتاع حلوان. عمل ايه؟ ما دي كله ده ورد علينا. بس هل ذكر في الاختيار؟ لم يذكر. ده مش معناه انه هناك قصور في الاختيار، لا، ده هو انا بقول لك حجم المأساة او حجم الـ الناس تفهم ان المأساة كانت اكبر من كده، من اللي هما شافوه في الاختيار. وهجمة مرتدة دي حاجة تانية خالص، دي حاجات كتير. فيا جماعة الوعي هو الإدراك والإحاطة في المعنى اللغوي. الوعي هو الإدراك والإحاطة بما يجري حولك. كان من مهمة الاختيار أنه هو يديك، يخاطب الناس: يا أيها الناس في القرآن، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا. وهتلاقي الخطاب موزع. تخاطب إزاي أهل الديانات الأخرى؟ تخاطب إزاي المؤمنين؟ تخاطب إزاي الناس كلها، العالم كله؟ هذا هو الخطاب. الخطاب بقى الدرامي ده اللي تم كان مهم جدا للناس أنها تفهم ونوثق الاحداث للناس. الاعلام الاخواني يعني والاعلام، المفروض الدراما بتهول الواقع. انت عايز تقول لي ان الدراما ما عرفتش تجيب واحد، يا دوب 1% بس؟ لان الواقع كان امر من ده. الواقع كان امر من ده. استاذ طارق، لا انا يعني انا رايي انه ان مسلسل مثلا زي الاختيار، على اعتبار انه اكتر مسلسل حظى بشعبيه مصريه وعربيه اكتر حتى من الجزء الاول، الجرعه اللي قدمها اذا كان الاستاذ بيقول انه ما هي هو نقى حاجات. بس انت في الاختيار بتختار. ما هو نعم اختيار. صحيح. طبعا. والدراما اختيار. هل الرساله وصلت؟ طبعا وصلت. وصلت بقوه. هو ما قالش، هو ما قالش وصلت بإبداع. هل لم نستشعر بالخطر؟ استشعرنا. وكان بالعكس، كان دايما، وده جمال الصياغه الدراميه، ان كنت بتطل على الارهابيين والتكفيريين
بمنطقهم وبعينيهم وبمخهم. انا عايز انت مش رافضهم بالظبط، انت بتشوفهم هم مقتنعين جدا انهم بيحاربوا الطواغيت. هو ده، هو ده المرة ده جمال المسلسل بقى بالظبط كده، ان هو والجمال القاهره كابول، القاهره كابول وايضا هجمه مرتده، انت بتشوف دايما العين الاخرى كيف ترى بالظبط. فانا رايي يعني انا كنت شايف انه طب احنا لما دخلوا في الاضراب والاعتصام اللي كانوا معمول في رابعه وفي النهضه، احنا شفنا قناعتهم، شفنا وبعدين في فيديو بيتصور اكتر من مره هم اللي مصورينه عشان عايزين يبين ايه، يبين انه كان في عدوان عليه كويس، يبين ان هو كان صح. فعايز اقول لا انا شايف انه الجرعه كانت دراميا انا مزبوطة. اللي بتكلم عنه ان انا غطيت مساحه تاريخيه كبيره في الدراما او مرحله واخترت حاجه او اتنين دلاله عليها، دلاله عليها فقط انما ليه؟ لان الهجوم اللي حصل يقول لك انتوا بتهولوا، ده ما حصلش الكلام ده، فياتي خبير يقول لك على فكره ده 1% من اللي كانوا شايفينه الاجهزه. يعني الاجهزه دي فعلا مش حملت بس دي، يعني طب خلينا نقول حاجه تانية انت شايف، انت بتشوف وثيقه، انت مش بتشوف خيال بالظبط كده، وثيقه وجنبها خيال. ايوه دراما يعني خيال طبعا، بس في وثيقه، هل وثيقه بتجزئ؟ احنا شفنا، وبعدين الوثائق دي لا تزال في عيون الناس، فازاي يعني ما يقدرش يلعب فيها بقى، كلنا شهود عيان يعني بالظبط 95% من اللي بيشافوا المسلسل هم شهود عيان عليه، الباقي كان طفل يمكن مش مدرك قوي، لكن 95% من المصريين عينيه هي شاهد اثبات على كل ده بيشوفه، فمفيش مجال للكذب. يعني بالعكس ده كان في جرأة شديدة في ان هم قدموا كيف تم اختراق جهاز الشرطة، انه في ناس كانت ضباط عظام قدروا يغسلوا مخهم، مش ده تقدم؟ وشفناهم وهم تحولوا بدل من انه يحمي الوطن الى ان يقتل ويغتال الوطن، مش دول شفناهم وكانوا ضباط؟ دي كانت ده انا ما صدقتش طبعا، لا دي جرأة ده جرأة في التعامل وجرأة صح. في اعلان الاسماء وجرأة في اعلان ازاي يعني، عشان كده كانوا مصدقين. يعني عايز اقول يعني ان انت دخلت في عيون وقلوب حتى من باع الوطن، ودخلت بمنطقه انت لم تدينه، يعني الدراما ما بتدينش، انت اللي انت كمتلقي انت اللي بتدين. الدراما كانت محايده تماما، قدمت وجهه نظرهم، انت اللي شايف وانت اللي حكمت ان دول فعلا بدل ما يحموا الوطن بيقتلوا الوطن. انا رايي انه كان مع طبعا انا مصدق حضرتك انه ربما ده 1%، لكن ال1% مش هستعمل اكتر من كده، عبر عن ال100% طبعا. نعم ده صحيح. عايز اسال حضرتك سؤال سريع قبل ما هنطلع فاصل. استاذ ماهر، احنا عندنا قصص قد ايه تنفع تعمل؟ عايزك انتقل بقى من الاختيار للقاهره كابول، لان انا في القاهره كابول شفت بن لادن وطريقه تجنيده، شفت حرب الانابه اللي عملتها المخابرات الاجنبيه والحدوته، الكلام ده صحيح بجد؟ والاعلام كمان وفضح الاعلام، بكل تاكيد صحيح. يعني الطرح في المسلسلات ما بين هجمه مرتده للقاهره كابول الاختيار مختلف في الصياغه الدراميه والطريقه، وهنا الخيال كان اكتر في القاهره كابول، وهو كان رمزيا اكتر. يعني هو ما قالش ده بن لادن، خلي بالك ما قالش ولا قال فلان، هو اخذ من كذا حد، هو ما قالش، هو اخذ جزء من الظواهري على جزء من بن لادن، وحتى المذيع اللي اتقدم هوش اللي احنا نعرفه لكن فهو عملها بشكل رمزي. هو في النهايه الرساله منه كانت ايه؟ الرساله منه بيقول لك لا، الناس دي بتتجند ازاي، والمؤامره اللي تمت ازاي، والناس دي بتفكر ازاي بالعقليه. ده مهم جدا ان احنا نفهمه. طريقه التجنيد، طريقه اللي هي بيسموها هم في الوثائق بتاعتهم غسل الادمغه، ازاي تغسل دماغ العضو المستهدف، وازاي تجنده وتستقطبه، ثم ازاي تكلفه اللي هي بيسموها في الورق النقل والمضافات، ازاي انقل له اشياء من دماغه واحط له وازاي اضيف له حاجات، اي حد يقف في طريقه حاجات تاني. فدي يعني هي صوره من الصور. لكن انا لما بتيجي تكلمني مثلا بطريقه، كان كراجل مثلا مهتم بالظاهره دي او مدقق فيها جامد ومتابعهم جامد جدا، طبعا انا يعني الشخصيات بتاع الاختيار دي كلها يمكن تقريبا انا الوحيد في مصر اللي انا عملت عنها فيديوهات قبل ما ينزل الاختيار 1 و2. طب استنى بقى، هنتكلم في ده، هنطلع الفاصل وهنرجع تاني ونتكلم بتفاصيل اكتر في القاهره كابول وفي الشخصيات الحقيقيه في الاختيار بعد الفاصل الحالي.
عدنا لحضراتكم مرة تانية في هذا النقاش اللي عجبني بصراحة قوي قوي قوي. ليه؟ أنا على يساري هنا كده الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، بنتكلم على مسلسلات الوعي اللي تم تقديمها، وده راجل متابع كل الملفات اللي عمالة تحصل بدقة لأن ده مؤرخ ليها ومحلل لما يحدث فيها. ثم على يميني القيمة الصديق العزيز الناقد الفني طارق الشناوي، احنا بنتكلم على ازاي ياخد ده الحقائق اللي حصلت دي كلها بكل هذا الزخم الكبير جدا والتفاصيل الكتيرة جدا، واقدر ان انا اطلع منه بدراما اقدمها للناس هذه الدراما تكون مسلية، ولكن الاهم ترفع في الوعي وتفسر وتقدم الرسالة الواضحة علشان تسجل تاريخيا. مظبوط، انا كده بتكلم صح؟ تمام تمام تمام، هي مستندة الى واقع، لكن هذا الواقع يجب ان يوضع في قالب درامي في كل مقومات الدراما من جماليات، حتى جماليات الدراما. يعني لو المخرج بيتر ميمي ما عندوش ثقافة فنية عالية برغم أهمية المسلسل كان يسقط مؤكد، لازم ده يطلع من خلال كاتب فاهم، مخرج فاهم، مونتير، موسيقى تصويرية، أداء ممثلين، لازم هو ده اللي ادى يعني جمال العمل الفني، ان هو مقدم بفن. تمام. مش مجرد رسالة، الرسالة لوحدها تموت لما تعمل، ولا ما في دعايات كده بنشوفها كاعلانات لتنظيم الاسره وغيره وما بنحسش بيها ولا بتؤدي الرساله. لكن امتى انت بتؤدي الرساله؟ لو انت عامل قالب فني مخدوم ومعمول صح ومع مخرج وكاتب فاهمين بيعملوا ايه. طب انا هسالك سؤال قبل ما ارجع هنا على القاهره كابول تاني ونتكلم على الميكس بتاع الجماعات المختلفه والكلام ده كله. كلمني عن التصوير والمؤثرات، المعارك اللي احنا شفناها، احنا لاول مره نشوف في دراما التقدم ده في الانتاج في التكنيك صح. وعايز اقول لك انه الاختيار اتنين اعلى، هو نفس المخرج طبعا بيتر ميمي هو اللي عمل الجزء الاول، هو نفسه استفاد من تجربته الاولى وكان مزود، يعني صحيح في معارك اكتر لكن اللي عمل توازن جمالي ان الابعاد الاجتماعيه للشخصيات بمختلف مقوماتها سواء كانت ايجابيه او سلبيه رايناها باعيننا. وفي توظيف جيد للموسيقى، المونتاج لعب دور مهم جدا، المؤثرات. لا والموسيقى هنتكلم دلوقتي على المقدمه والاغاني والاغنيه الحقيقه ابداعات خاصه جدا كلها طرحت شاشه جاذبه. وانا بعتقد انه الرصد اللي بيتم سيؤكد انه كثافة المشاهدة في الجزء الثاني اعلى من المشاهدة في الجزء الاول برغم النجاح الطاغي اللي عمله الجزء الاول. عود في حاجة مهمة جدا، اتفضل. عارف انت ميزة الاختيار ايه في او هجمة مرتدة؟ ان هو ورانا الارهابي كلحم ودم، شخصيته مش كاريكاتير، لا يعني احنا كنا بنشوف صورة الارهابي في الافلام يعني القديمة، مش طالع راجل شخصية شريرة لا مش كده، يعني شخصية طالع بيحرم الخيار مش عارف ايه والحاجات اللي هي ما كانت الناس تاخدها بنوع من السخريه. لا النهارده انا طالع قدام الارهابي بيفكر ازاي، بيتكلم ازاي، هو بيقتنع بيه، فاصبح التقديم في صدق الدرامي ايوه نوع من اكثر صدقا. صراع فكري نعم، الصراع الفكري هم اكدوه، هم عندهم فكر، هم مش جايين، لا عندهم فكر. فانت ماجد الكدواني لما قعد قدامه واتكلم معاه، الله لا ده حدوته، لا ماجد يعني حدوته تانية طبعا، وفي القاهره كابول نعم ده صحيح. لما قعد يناقش طارق لطفي بقى لما المناقشه، لا هو كمان الاربعه لما قعدوا مع بعض، لما الحلقه رقم 2 في القاهره كابول دي اعظم حلقه وتدرس على المستويين الفكري والدرامي. ازاي انت بتعمل حلقه مشهد واحد وانت كمتلقي تفضل متابع الاربع وجهات نظر، كل واحد عنده قناعه وهو بيحكي. فالحقيقة ده من أجمل ما كتب عبد الرحيم كمال وأخرج حسام علي. الحقيقة القاهرة كابول ما قدمش قصة بعينها، بعض الناس توقعت أن ده بن لادن بسبب المنظر العام ولكن هو ما كانش بن لادن. بعض الناس توقعت أن ده الظواهري ولكن هو ما كانش الظواهري. بعض القاعدة الناس توقعت ومش القاعدة، القاعدة ولا مش القاعدة، يعني أنت نفسك كنا بنتناقش في هذا الشيء. هو قدم هذه الحالة التي تؤسس كيان ويكبر الكيان ويتم استغلال الكيان. هو قدم الظاهرة،
ظاهرة تكفيرية. أيوة. ظاهرة التنظيمات الإرهابية. مش بحث بقى تفصيل. لكن لما أخدها بجانب الزاوية العلمية المدغلة أقول طب وفين الفرق بين قاعدة وداعش؟ طب ما هي القاعدة ما فيش مثلا خليفة فيها، دي إمارة، ده بيقول لك أنا الأمير مش خليفة، هنا جايب الخليفة، هنا جايب الظواهري ومش عارف بيعمل إيه، حل أهل الحل والعقد وبعد كده بيموتوا الراجل اللي هو معاهم بيختار في مجلس شورى الجماعة. فطبعا من ناحية دي بزاوية دي لا، أنت هتقول لا، لكن هو عامل ماكس كده طبعا وقدمها، هو قدمها عشان يناقش هذا الفكر ويناقش حتى العلاقات الأسرية الداخلية في الفكر نفسه وعلاقتهم بالمرأة. خلي بالك هو ثلاث زوايا احنا خدناهم كده، يعني زاوية هجمة مرتدة مع القاهرة كابول مع الاختيار، ثلاث زوايا مختلفة. برافو. بس كل الثلاثة بيصبوا في حتة واحدة بس، زي المؤامرات الخارجية في هجمة مرتدة وازاي بيلعبوا في الناحية دي وعاوز يجيب لك إرهاب من العراق إلى سيناء، ازاي هنا في بيتم تجنيده وازاي بيغسلوا دماغه وعمليه غسل دماغه وازاي ايضا في هجمه مرتده انت ليك ناس في مناطق بدات تدي لك المعلومات لانها حاسه بالخطر. على الهاتف معي الفنان محمد جمعه، وهو الذي قدم دور مينا الصحفي في وكاله الانباء العالميه في هجمه مرتده. خلينا نشوف جزء من هجمه مرتده للصحفي مينا أحد رجال المخابرات المصرية اللي كان بيبلغ المخابرات المصرية بأحداث، ثم نتحدث مع محمد جمعة. وهي عدنا لحضراتكم مرة أخرى على الهاتف الفنان محمد جمعة. مساء الخير أستاذ محمد. كل سنة وحضرتك طيب، ومساء الخير على ضيوف حضرتك، ويا رب كده إن شاء الله كل أيامنا تبقى خير وسعادة وسلام بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. طبعا في اللقطة الأخيرة الست دي هي اللي وقعتك في المسلسل مش كده؟ طبعا. أنت قدمت دور الصحفي أو الإعلامي، عشان كده أنا حابب قوي إن أنا كنت أتكلم معاك في المنطقة دي، لأن أنت خلفيتك أساسا صحفية مش كده؟ مظبوط 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 مظبوط. أنا يعني اشتغلت صحافة وأنا يعني وأنا تقريبا في خمسة ابتدائي، كنت مراسل مجلة سمير يعني، وبعدين تطور الموضوع في الصحافة لحد ما كنت بتمرن في دار الهلال واشتغلت فترة في جرايد مراسل، وبعدين دخلت معهد فنون مسرحية وما قدرتش بقى أوفق بين الشغل كممثل وكصحفي، فاخترت طبعا المهنة الأكثر قربا من قلبي يعني. كنت حاسس بإيه وأنت شغال في هجمة مرتدة؟ والله يا فندم أنا بقول جملة مهمة جدا، في أعمال درامية بتقدم إحنا بنحب نتفرج عليها، ولكن في أعمال دي لازم نتفرج عليها، مش مهم ان احنا نتفرج، لا دي لازم يعني ده واجب ان احنا نتفرج عليها، لان الاعمال دي بتقدم وثائق مهمة جدا وبتجاوب على اسئلة كلنا مهمومين بيها وكلنا ما عندناش اجابات ليها، وده بطبيعة الحال لخطورة المواقف اللي حاصلة او للملفات الامنية اللي بتحملها الاسئلة دي. كان فكرة ان يتقدم ملف حديث زي ده، الملف من 2007، ان الجهاز المخابرات العامة يطلع ملف حديث جدا لانه ملف مهم جدا واحنا عشناه ومؤكد ان هو هيأثر دلوقتي مع تطور التكنولوجي وسرعة معرفة المعلومات ان الناس تقدر تعرف اجابات الاسئلة دلوقتي، ده شيء عظيم جدا ويحسب للجهاز ويحسب ان هم عايزين يبقى فيه وعي عند المواطن اكتر. طبعا ده اكيد. أنا معايا في الاستوديو الأستاذ الناقد الفني طارق الشناوي والأستاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية. أستاذ طارق هيتناقش معاك في فضل أستاذ طارق. أهلا ازيك يا محمد، مبروك على الدور الجميل. الله يبارك في حضرتك يا أستاذ، ربنا يبارك في حضرتك. ألف مبروك. أنا عايز بس أختلف معاك في كلمة لازم نتفرج عليه. لا اتفضل. أنت بتقدم عمل فني جاذب فبتفرج عليه، وده الحقيقة اللي كان متوفر في الثلاث أعمال اللي احنا بنعيشهم مع اختلاف إطلالة كل منهما على الواقع وعلى الحدث. هجمة مرتدة كان في وراء مخرج فاهم اللي هو أحمد علاء الديب، فاهم بيعمل إيه، كان باهر ديودار كاتب صح، كان تسكين الممثلين صح، يعني المشهد اللي احنا شفناه من شوية مقدم بخفة ظل شديدة جدا، انت فاكر كدراما يعني انك شايف بقى مين اللي بيلعب ومين اللي عامل ومين الأجهزة ومين اللي بيورط، وكل المعلومات اللي انت بتقولها خاطئة. هنا جت الجاذبية مظبوط، والوحيدة اللي هي قدرت تستغلك دي الوحيدة اللي انت حبيتها وحسيت انها ممكن تبقى اقرب الناس اليك. فعايز اقول هنا بقى جاذبية الكاتب والمخرج والممثل، فهو العمل جاذب تمام، وده بنتفرج عليه مش عشان ناخد معلومة بالمناسبة، لا عشان احنا حابين نتفرج عليه.
يعني انت حابب الجماليات اللي احنا طبعاً. اللي انت شايفها في العمل الفني، فهو دي طبعاً. ميزه جميله جدا، يعني قدر المسلسل ان هو فعلا يحقق درجه كثافه عاليه بالمشاهده لانه حريص على كل الجماليات دي. هو مؤكد يا استاذ طارق طبعا ان العمل الفني لازم يكون عمل جاذب اولا عشان الناس تتفرج. ايوه ممتع كمان، ممتع طبعا. انا وجهه نظري فكره لازم انا يعني انا بحفز الناس انها تعمل ده لسبب معين. احنا عايشين بقالنا فتره طويله جدا في تساؤلات كتير جدا، وفي مواقف احنا بناخدها. انا متابع السوشيال ميديا، متابع شباب كتير، يعني بشوف فكر الناس، اسئله كتيره جدا عن هو ده ليه اعتقل، هو ده ليه تم التعامل معاه بالشكل ده، هو ليه الملف ده حصل فيه جذب، اسئله كتير مفيش اجابات. طيب انتوا طول الوقت بيحصل زي ما بنقول كده يعني كلام كتير مش ممنطق وملوش اي دليل على السوشيال ميديا. طب ما الدليل موجود يا جماعه، ما بدل ما بعد كده تقعدوا تقولوا ما هو اصل فلان وحصل له. طب انت حضرتك شفت الهجمه مرتده، شفت الملف ده، ما ممكن يكون التساؤل بتاع حضرتك ده موجود اجابته هنا. انا بقول لحضرتك يا ريت تتفرج، وده لازم تتفرج علشان تشوف الاجابات اللي انت بتحاول طول الوقت توجد لها نتائج خاطئه. هو ده اللي انا قصدي عليه بس يعني. وطبعا حضرتك لك مطلق الحريه ووجهه نظرك انا احترمها جدا. انت ده مش الدور الاول ليك في العمل الوطني، انت دخلت ايضا كان ليك دور في الممر مش كده؟ طبعا طبعا، ده شرف طبعا. اي عمل وطني يا استاذ العزيز ده يعني انا بعتبره وثيقه تاريخيه في 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 حياتي الفنيه. ده بالنسبه لي سي في افضل عايش عليه. انا الواحد لما بيقعد يقرخ لنفسه بيقول انا عملت الممر، عملت هجمه مرتده، عملت عمل عظيم. اللي عملوا الاختيار زمايلنا لهم كل الفخر والشرف ان هم عملوا الاختيار. القاهره كابل بعظمه الممثلين اللي كانوا فيه وعظمه الكاتب والمخرج، بيقولوا ان احنا شاركنا، احنا عملنا عمل اسمه القاهره كابل. كل الاعمال دي بتؤرخ في التاريخ. ده ده ده, ده بالنسبه لنا التاريخ اللي احنا بنعيش عليه يعني. طبعا الاستاذ ماهر، هل فعلا تقديم هذه الشخصية الإعلامية واتصالها بالمخابرات المصرية الكلام ده عندك في الملفات كان في شخصيات مصرية فعلا بتحاول تساعد بهذا الشكل؟ بكل تأكيد، لا في ناس كتير واقعية بالاسم، واقعية بالاسم ده حقيقة. وأنا حتى أنا كتبت بوست بعد ما يعني أنا كنت متابع جيد لهجمة مرتدة. جميل. يعني على فكرة لسه معانا يعني محمد جمعة وقت لو عايز تكلمه. يعني يا محمد، يعني احنا تابعنا جدا المسلسل ده ودورك كان رائع جدا في الحقيقة. يعني هذا المسلسل مكتوب كويس قوي، يعني مكتوب بشكل كويس وجذاب جدا، يعني كعامل درامي جذاب أكتر. باهر دردار الكاتب. نعم، باهر دردار اللي عامل الاختيار واحد. صح. فهو أنا كتبت جملة قلت يحيى رجال المخابرات العامة المصرية الذين لا يقولون كل ما يفعلون ولا يحاسبون الناس على ما لا يعرفون. لأن الأوضاع اللي احنا شفناها في هجمة مرتدة دي أوضاع فظيعة جدا، يعني كم من المؤامرات وكم من محاولة اختراق البلد بهذا الشكل في هذه الفترة من 2011 إلى 2013 كان كم كبير. وهم صراحة عرفوا كلهم انهم يعبروا، كل واحد كلهم عبروا بشكل جيد جدا بإتقان بما فيهم محمد. بالضبط كده. ألف مبروك الفنان محمد جمعة، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أرجع لك مرة أخرى، كلمني بقى عن التحركات أو ردود الأفعال عند الجماعات الإسلامية التي تم رصدها بعد طبعا بعد الاختيار واحد جالهم حدوتة، إنما بقى دخل الاختيار اثنين وهجمة مرتدة ودخل القرار وأعلى أعلى يعني احنا قفز يعني أعلى. بالظبط كده. كمان دي مش احنا انتقلنا يعني من المفعول إلى الفعل. يعني احنا كنا بالنادي من فترة من سنين طويلة كخبر نقول يا جماعة احنا عاوزين نوضح الصورة الحقيقية لما جرى في ربع. نوضح الصورة الحقيقية للشخصيات الإرهابية اللي شغالة دول، الإصدارات اللي بتطلع بشكل أسبوعي. التنظيم ده بينزل يقول لك توفيق وأبو عبد الله والمجاهد ومش عارف وعمل وسوى. عاوزين نوضح الصورة الحقيقية. ده في الحقيقة ما يعني تم في السنتين الأخرين دول بشكل رائع. احنا فوجئنا، فهم فوجئوا الصدمه. يعني حس الصدمة مع الاختيار واحد صدمة كبيرة جدا. ازاي الكلام ده؟ فبدأوا يشككوا، يعني بدأت العملية في التشكيك. لا ده لا لم دول بيضخموا من الحدث، دول مش عارف بيعملوا ايه، فبيهون من احداث ويضخم من احداث. هو كجماعات وتنظيمات يحاول هو في الحدث اللي انت قايله يكتب يهون منه ويحاول يضخم من حدث هو عمله.
مع الاختيار اثنين اعتقد ان دي كانت الضربه القاضيه، يعني اعتقد تمام. ان دي ضربه قاضيه، ده لسه في ضربات ثانيه لسه ولسه في ثلاثه بقى واحد ما انت طالبها بتقول لي في 26 26 1% تنظيم 1% بالظبط، احنا بقى معاهم بقى اختيار 1 و2 و23 و25 ده في ناس كتير جدا جدا طبعا، انت ممكن تعمل مسلسل عن مدينه الانتاج الاعلامي في الثلاث اشهر صح الثلاث اشهر والتهديد ومحاولات القتل ومحاولات قتل الاعلاميين والنقد بس يا جماعه دي هي يعني خليه عرب شركس بس، انا قلت لبعض الناس يعني قلت لهم هذه الخليه اللي هي جت في مسلسل الاختيار وعملت محاوله الاغتيال للرئيس وعملوا المتفجرات في المخزن ده الكبير اللي هي كان قائدها اللي هو كان فيها فهمي عبد الرؤوف وابنه وكان فيها محمد عفيفي بدا وناصف اللي هو محمد عفيفي ده مع ابو عبيده دول اللي قادوا التنظيمات في محافظات الدلتا والوادي كلها غير سيناء. دول ده ابو عبيده بس عمل 51 عمليه وكانوا مسمينه شيطان التفجيرات. فانا لو خدت الخليه دي بس الخليه دي بس تعمل 3 4 مسلسلات. والادوار البطوليه للمصر تخيل. فاحنا المسلسل كان بيوثق وبيسارع في التوثيق عشان يوصل رساله للناس يقول لهم يا جماعه لا شايفين ما حدث في مصر خلال هذه الفتره، ودي براعه الكاتب انه عرف في ال 30 حلقه ان هو يلخص كل ما جرى ويختار ويختار. في جزء ثاني كمان من هجمه مرتده بالمناسبه. نعم كويس. في جزء ثاني لهجمه مرتده. جزء ثاني طبعا الاختيار جزء ثالث لكن في جزء ثاني من هجمه مرتده. انا عايز اقول حاجه مهمه. ايوه. ودي هنشوفها كمان من في الممر، شفناها في الممر، ان الدوله ما عادتش بتخشى بانك تتكلم عن ضعف حدث، يعني احنا كنا دايما في 67 لما بيجي نقدمها سينمائيا بنخشى اللي عمله شريف عرفه في الممر ان انت شفت قد ايه كان في قسوه وكان في ضرب وكان في اهانه عشان بعد كده تشوف الجندي المصري مش بس القائد لا الجندي ازاي قدر يسترد كرامته. ده ما كانش ده بيتقدم، كنا بنعبر عليه بسرعه كده خوفا من انه لا يا جماعه ما يصحش ما نشوفش الضعف، لا بالعكس هنا في لما بتقدم ايضا الاختراق اللي حدث في اجهزه سياديه ده قوه، كنت زمان تخشى أن طبعا تقدم كنت اي اختراق مش تخشى انت ما كنتش تقدر ما هو يعني معناها لا يعني خلينا نكون واقعيين الدوله ما كانتش بتسمح طبعا دلوقتي لا الدوله والرقابه تمنعك على طول ايوه لا بتسمح بانك انت تقدم وتناقش افكار ضدك لكن بتبص عليهم كيف وتتيح المعلومه مظبوط انا بالنسبه لي الاتاحه مظبوط كل المؤلفين دول الكتاب دول الورقه يا جماعه اللي احنا قرناها يا استاذ طارق يا استاذ ماهر انت كنت جزء من بعض المعلومات استاذ طارق كلنا صح كنا بنبص بنطلع على نفسنا بالظبط كده اتاحه المعلومه علشان نقدر نقدمها للناس الدراما لما اتيحت لها المعلومات صح حصل ثراء في الورق وده بياكد على ان العلم الدوله بدات من ده استاذ طارق عارف من سنين عارف اليوم اللي هم طلعوا فيه اللي هو المسماري اللي هو ظهر في الاختيار بتاع ليبيا الولد اللي هو في خليه الواحات اللي هو الليبي اللي طلع على الهواء كان مع اعلامنا الاعلامي عماد الدين اديب وانا طلعت في الحلقه دي بتاعه المسماري برد على الولد اللي قاله في اليوم ده فهنا من البدايه ان انا مش خايف من الارهابي يقول مش خايف من وجهه نظره صح صح وهم عاوزين يقولوا ده من ساعتها بدانا نفكر بقى في الدراما بقى الدنيا 180 اتغيرت 180 درجه ودي كان حلو جدا وكان ثقه في المشاهد انا عايز اقول لك المشاهد بتدي له معلومه مظبوطه وتقول له حتى الطرف الاخر بيفكر ازاي لازم نحترم عقليه المتلقي بمناسبه المعلومات المظبوطه جدا انا عايز اقول لكم على خبر كنا نتناقش معاه انا والاستاذ ماهر دلوقتي خبر حصل النهارده اظن او من يومين تركيا اللي عمالين يقولوا اصل ما حدش بيدفع وانها دوله مش عارف مين وان تركيا لم تكن تدعم ولم تكن تفعل وان ده ايه الخبر اللي حضرتك هتطلع تعلق عليه في القنوات العالميه النهارده الخبر الموقع الحقيقي اربعه الدواعش اللي تم القبض عليهم اربعه ايه اربعه من تنظيم داعش تم القبض عليهم فين في على الحدود السوريه التركيه واعترافات بتلقيهم تمويلات من الدوله التركيه من الدولة التركية من الدولة نفسها ما هو عن طريق منظمات تابعة ليها زي منظمة الصادات مثلا بتبقى يعني لها علاقة بالدولة هو هما دلوقتي تركيا بتعمل ايه؟ اقتبست الاسلوب الايراني اللي هو ان انا اشغل ميليشيات ما بقاش بطريقة مباشرة حرب مش بشكل مباشر حرب لا متماثلة حروب الانابة فهو عامل منظمات زي منظمة الصادات مثلا هذه المنظمة مثلا بتدعم تنظيمات بالشكل مش تحت نظام الاربعة دول مين اللي قبض عليهم؟ مباشرة الجيش السوري مسكهم فعلا واعترفوا واعترفوا طبعا فهو وكانوا داخلين اليومين دول
لا من فترة من فترة، فهو كان كله بيعبر من مدينة أورفا على الحدود وفي سماسرة بتدخل الناس وبتاخد فلوس وكله تحت علم وبصر سماسرة؟ سماسرة طبعا. وإحنا كان بيحصل معنا كده في مصر؟ لا مصر ما صوتش مصر، مصر حاجة تانية. أنا بتكلم على الحدود دي، ما أنا عارف. لا أنا بتكلم إن هم كانوا بيبعتوا لك ناس بقى بيبعتوا لك. طب ما هو قال إن كان عندنا يطلع يقول لك، ما هو قال بنفسه، ما هو قال لك احنا سينا هتبقى فيها مشاكل، ما هو قال بنفسه في مره بيهدد صح. وكان عاوز يدخلك ناس من ليبيا، لكن انت سيطرت على 1300 كيلو صح. الحدود الليبيه سيطرت، وده عربيات دفع رباعي بتتضرب وارهابيين، وكان عاوز يعمل لك تنظيم هنا، هذا التنظيم في محافظات الدلتا والوادي وليبيا بقياده واحده، وسينا ورفح وغزه تنظيم واحد لو داعش، وكان عاوزين يبنوا التنظيمات دي بالشكل ده. لكن مصر نجحت نجاح باهر. انت بتتكلم مثلا تنظيم زي اجناد نصر، همام ده اللي هو خبير المتفجرات اللي جابوه في الشقه في الاختيار، واذكر المشاهدين يعني فهو همام ده هو دي كانت فعلا ان هم لا مش قصدي، هو فعلا كان اخذ مراته وراح بيها الشقه، هي كان مات جنبي انا جنب السكن بتاعي ايه في الفيصل هو فعلا كان كده واخذ مراته من شقتها وراح بيها الشقه اللي كان بيعمل فيها المتفجرات. ده عمل حاجه اكتر من كده بس ما ظهرتش في المسلسل إيه؟ هو كان واخد سوبر ماركت كمان في ميدان لبنان واقف في السوبر ماركت ده، في الاوراق بقى والاعترافات يعني في السوبر ماركت بيبيع ويشتري عادي. فبيجوا اعضاء الجماعه اللي هو مالك الامير عطا اللي هو ظهر في المسلسل مالك وبلال صبح فرحات والمجموعه دي، فبيجوا عادي كانه بيشتري منه عادي عادي جدا. فانت مش هتشك واحد بيشتري من واحد واقف في السوبر ماركت وهو بيديله التكليف وهو واحد بيبيع له واخد بالك. كان فظيع جدا في وسائل التخفي همام وكان خبير متفجرات جاي من كان شغال ابوه شغال في مطعم في باريس وتربى هو في اوروبا جاي من هناك بالهجره، يقول لك الهجره الى الجهاد. طب انت يعني مش فاهم يعني تمام جاي في مصر وراح العراق اتعلم ازاي يركب القنابل وبعد كده دخل على مصر بنى تنظيم اجناد مصر ده واخد بالك. فوصلوا له بلال اتمسك فاعترف على مكان بلال اللي هو بلال صبح فرحات ده واحد من اعضاء الجماعه المقربين منه جدا وهو كان حلقه الوصل مع المجموعه. فراحوا له الشقه في الليل وحصلوه، كان معاه مراته واولاده وهم يعني هي مراته بعد كده ما حصلهاش حاجه هي واولاده يعني وتبادل معهم اطلاق النار. ف اول ما دخلوا عليه على طول طبعا طبعا هو كان ملغم نفسه، هو ما كان متلغم نفسه طبعا كان ملغم نفسه. كلهم كده بيناموا كده بالحزام كلهم بيعملوا ايه بينام الحزام بنايم ورابط حاجه خلاص. لو حصل حاجه يموت، لان هو لو تم القبض عليه مباشره هيعذبوه وياخدوا معلوماته هيعترف على كل الخلايا. وانت عارف الخلايا دي عنقوديه وسلاسل وكل مجموعه تعرف المجموعه الثانيه عن طريق واحد، فقصة كبيرة فيعترف على الكل. لكن كده هو لما يموت انت مش بتوصل لكل المجموعات، بتوصل على الاقل تصدق بعد قتل همام هذا التنظيم انتهى تماما، لم يعد له وجود. لم يعد له وجود. انت سمعت عنه؟ ما سمعتش عنه خالص. حسم دلوقتي انت بتسمع عنها؟ لا. طيب لواء الثورة بتسمع عنها؟ مفيش. استاذ طارق انت قلت كلمة كده وقلت هجمة مرتدة هيكون في جزء تاني. استمرار معركة الوعي وفتح بقى الملفات، هو ده الرهان، ده الرهان القادم. هل نستمر في معركة الوعي فقط لا غير في الفترة العشر سنين اللي فاتوا، ولا ممكن ننتقل إلى فترات أخرى بقى التسعينات وحرب الإرهاب واللي حصل والتأسيس لده والقيادات اللي خرجت ياريت والبزنس اللي اتعمل وخيرة الشاطر والملايين الملفات كلها تفتح زي ما فتحنا ملف 67 دراميا لأول مرة بالجرأة دي، تفتح كل الملفات طالما انت بتقول حقيقة خلاص تخشى من ايه، وفي نفس الوقت المتلقي بقى عنده وعي انه يقدر يحكم. فبالتالي انا رأيي انه احنا طرقنا الباب ونجحنا، يعني كدولة طرقت الباب، باب انك انت توفر المعلومة، انك انت لا تخشى من اي شيء، انك تفتح الملفات للناس، تعالى اتفضل حضرتك واكتب ده. الجندي المصري فعلا في 67 كان في انكسارة قاسية جدا، وكان في الشارع المصري حتى جمال عبد الناصر كان يغضب من النكت دي، اتعملت في الفيلم كانش ممكن حد يعملها. النكت كانت بتغضب رئيس الجمهوريه اللي كانت على القوات المسلحه، الفيلم عملها وقالها كويس. كان في حاجات مسكوته عنها نسمع عنها بس نيجي عندها نبتعد. كل ده هيدي مساحات ابداعيه اكبر ومصداقيه اكبر، وبيديك انت كانسان قوه، انت مش قلقان من اي بقى دواعش من اي بتاع، كل ده انتهى.
لان انت بقيت عندك واخد زي المصل عندك قوه مناعيه. فالدراما بتدي قوه مناعيه للثقافه، بتخليك اكثر قدره على مواجهه اي فكر ارهابي. هو اللي احنا شايفينهم دول ايه؟ دول شباب زي الورد تم اختراقهم، دول ناس دخلوا القوات المسلحه او دخل الشرطه مؤمن بالقضيه قدروا يسيطروا عليه. معناها ايه؟ ان المخ تم غسيله. انت هنا بقى بترجع امخاخ الناس الى الحقيقه بالوثيقه اللي هي ما فيش فيها كذب. فبالتالي انا رايي ان احنا داخلين فعلا على معركه وعي. انتصرنا في الكام عمل اللي شفناهم، نتمنى انه فعلا تفتح كل الملفات القادمه من بعد 52، يعني الجزء الحساس قوي من بعد ثوره 52 يفتح ويقال كل شيء ويتقال والناس على ان الناس تبدا تشوف ونصحح التاريخ. في معلومات كتيره خاطئه كلنا عارفين، بنقول ايوه الحكايه دي مش مظبوطه قوي، بس ما بنقولش ايه المظبوط. لا دلوقتي هنقول ايه المظبوط، يعني مش كده؟ الناس هتدرس وهتطلع وثائق وهيجي كتاب كبار فاهمين يعملوا ايه ومخرجين، والناس هتتفهم كل ده وهتتقبل كل ده وهتبقى اقوى. هل كانت مغامره ان احنا نقدم الاختيار؟ يعني مين اللي يقدر يحكم ان ده هينجح ولا لا؟ نظريا كلامك صح، نظريا يعني انا كنت قاعد عامل كده في الاختيار واحد، هو مين سيتقبل ومين هيعلن ومين انا عايز اقول لك حاجه، احنا في 73 هو في اكبر من انتصار اللي مصر حققته في حرب 73 6 اكتوبر؟ مفيش. رغم ذلك عملنا افلام هزيله جدا كويس، يعني افلام كلها بتقول ايوه احنا جدعان وعبرنا الرصاصه لا تزال في جيبي وعبرنا وعملنا والجندي شجاع. طب ثم هل الافلام دي جابت مردود؟ 90% منها بالعكس اعتبرناها افلام تجاريه، فمعناها ان مش الانتصار فقط او حقيقه الانتصار هي اللي في الفن تكفي، لا ازاي بتقدم. فالاختيار فعلا ما كانش ممكن ينجح لمجرد ان هو بيتكلم عن حقيقه، لا عشان كيف يقدم الحقيقه. فبالتالي انا رايي فعلا كانت مخاطره، لان كان ممكن ما ينجحش. هو نجح ليه؟ عشان في مبدعين كان وراه، كان في جراه انتاجيه وراه، كان في حقيقه وراه. الاجهزه المصريه السياديه وفتحوا فتح الملفات، فتح الباب لكثير من المسكوت عنه ان هو يقدم. ثقه في حاجتين، في المبدع وفي المتلقي، ولا وثقه في موقفه. ما هو طبعا ما هو دي القضيه دي مهمه. لو سد في حاجه لفت انتباهي كمشاهد يعني يعني احنا زمان اتربينا على حاجات معينه كانت تيجي في شهر رمضان ومتعلقين بيها، زي مثلا فوزير المرحوم سمير غانم وغيره وغيره. فالنهارده تصدق ان اصبحت هذه المواضيع في الدراما من الاشياء اللي الناس هتنتظرها كل سنه، واصبحت شيء ثابت كده من الثوابت. طبعا تحولت فجاه، تحولت غريب حتى للفنانين يا استاذ. يعني الفنان بيبقى يقول لك شرف ليه انا اشترك في، يعني اصبح الفنان متعلق والمشاهد متعلق. فتح نفسك لاختيار اثنين. اختيار اثنين زي سباق قفز الحواجز، انت في سباق قفز الحواجز لازم تعلي، ما بتعملش نفس الدرجه طبعا، اذا ما علاش بيقع يعني، اذا ما قدرش يقفز فكده اصعب. على الكاتب تخيل اختيار ثلاثه او ثلاثه نفس الحكايه. بيفكروا من دلوقتي، بيفكروا من دلوقتي ازاي يتعمل حاجه اعلى. انا 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 نفسي اشوف 30 حلقه متصله منفصله، 30 بطل، 30 شخصيه نفسي فيها. بص لا ما نقولش قاعده، مش كده، مش قاعده، لان احنا عندنا اوراق كتير جدا. ما هو لسه العمر قادم كتير جدا. ما هو الاختيار ما قالش ان الجزء الثالث هو اخر جزء مفتوح. كل مره بنقدم ابطال، انت المره دي اتبسطت من الابطال اللي تقدمه. كان في جرأة مثلا لما اجيب احمد مكي في الدور ده، مين يفكر في احمد مكي بيعمل الدور الجميل ده كويس؟ هم يعني عايز اقول في اراده لتغيير النمط واتاحه الفرص لمبدعين ربما ما يجيش في لحظه انك تقول فلان يعمل الدور. عمله. طيب. انا عمله عندي حلو. عندي عندي اتصال هاتفي اخر من الفنانه ندى موسى من مسلسل الاختيار. مساء الخير. هجمه مرتده، انا اسف، انا عشان ندى كان لها كذا كلهم. ندى كان لها كذا ندى بالظبط كده. لا لا ممثله هايله. مساء الخير استاذه ندى. استاذ محمد، استاذ طارق، ازي حضرتك؟ ازيك يا ندى؟ شعورك ايه بعد النجاح ده بتاع المسلسل واقبال الناس عليه ودورك فيه؟ انا بص يعني هقول لحضرتك حاجه، هو انا اتفاجئت شويه لما كان حد بيقول لي على الدور ان انا عملت الدور كويس، لان انا ساعات كنت بحس ان انا ما عنديش حاجه اعملها، انا داخله بقول كلام بعد شويه اكتشفت لا، الناس مستمتعه بالحاجات دي وبالدور ده وبالنوع ده من الاعمال.
يعني بيستمتعوا بيه ويصدقوه بيعيشوا مع الشخصيات. فبدات استمتع شويه اللي هو طيب كانت تجربه ممتعه. طيب كويس. الناس بقى رد فعلهم بعد عرض المسلسل، انت كنت بتراقبي رد فعل الناس؟ لا انا بخاف. كانت مزنوقه في الاستوديو. كانت ايه؟ يعني كذا حاجه يعني. لا لا ممثله هايله. ماشيه كويس الحقيقه. بشكرك بشكرك جدا يا ندى على هذه المداخله. هرجع لحضرتك تاني يا استاذ ماهر. قول لي هل نستمر في تقديم الاحداث بتاعه ال10 15 سنه اللي فات؟ نفس السؤال اللي وجهته للاستاذ طارق، ولا نبدا نرجع كمان لان في اوقات الاثنين يعني نرجع ورا بمسلسلات ودراما وافلام ونخلينا في الاحداث الحاليه اللي هي توثيق الفني ده للاحداث الحاليه عشان نعرف الناس الحقيقي. فكل كله مهم جدا. نترك الفرصه للمبدعين يبدعوا ويكتبوا صح، والناس هي اللي بتحكم، الناس هي اللي بتحكم. ونرجع حتى للسينما للقدماء المصريين، نرجع لكل كل تاريخ حاجات كتير جدا. سينما ولا تلفزيون اقرب؟ الاثنين يعني. الممر الممر انا دخلت انا شفته في السينما طبعا طبعا. اطفال عندهم 5 سنين لان هو مفتوح يعني، العرض ما كانش بسن برغم في معارك وفي رصاص وفي بتاع، لكن كان الرقابه في التصنيف العمري اللي هو بيسموه العرض العام. اطفال بدات تفهم ايه 67، ايه اللي حصل، ما كانوش فاهمين وحبوا العمل ده. مهم جدا الاثنين، سواء تروح تقطع تذكره او تروح السينما لها قانون ولها جمال، لانه متعه السينما الصاله المظلمه، الجمهور اللي انت ما تعرفوش، دي متعه طبعا، دي حاجه ثانيه خالص. التلفزيون له متعه اخرى، المتعه العائليه. الاثنين فعلا مهمين، والتجربه طالما نجحت في الممر، واظن في الممر 2 معلومات ان شريف عرفه وفي السرب. لا انا عاوز افتح حاجه تانية. قول سريعا. ده اقتراح خلي بالك. عشان لا نسمح الفرصه ان احنا نجيب كمان في الاستوديوهات الارهابيين، او نروح للارهابيين دول وننظرهم علنا زي ما حصل مع المسماري، بس بشكل هنجيب ناس بقى تعرف تتكلم مع الناس عشان يبقى بقى واقع قدامك بقى. ده اقتراح، ده غير الدراما بقى خالص. ده مهم جدا. الدراما اقوى. ده عملوه في السعوديه، عملوه السعوديه. الدراما اقوى، وعملوه الدراما اقوى، ان نقدم القصص وان نقدم ما حدث. الدراما الحقيقه انت مقدم الشخصيات زي ما هي. احنا شفنا الخائن اللي هو خان وضرب، والعلم مصر عمل ده. استاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا في هذه الحلقه. الاستاذ الناقد الفني الزميل استاذ محمد طارق الشناوي، دائما بتسعدني بوجودك معايا في الحياه اليوم. بشكر حضراتكم على المتابعه. انا عايزكم تتابعوا ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بكل أفلام الحرب اللي انتوا شفتوها، حتى في الحرب العالمية الثانية، حتى والأولى. في أفلام والأولى وفي فيتنام. بصوا على بريطانيا وعلى فرنسا وعلى أمريكا، بصوا على المسلسلات الحربية بتاعتهم، ورامبو ومش رامبو، كل اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده هو جزء من معركة الوعي اللي هم خضوها وصرفوا عليها جامد جدا 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 لتصحيح أوضاع أو تقديم رسائل في العالم حول الجندي وحول الجيش بتاعهم وحول حاجات كتير جدا جدا. احنا دخلنا في هذه المرحلة، واحنا كشعب اللي بنضغط وبنطلب المزيد. نشوفكم بكرة الحياة اليوم.